برحب مشاهدي قناة النهار في كل مكان وحلقة جديدة من أوضة اللبس. النهاردة هنتكلم على الحدث راصد أمور كتير جدا لمباراة النادي الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز والمقصة. خليني أقول لحضراتكم رباعية تهز الشباك الإسماعيلي النهاردة في مباراة من طرف واحد. النهاردة مباراة سيئة جدا للنادي الإسماعيلي. النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة زي ما قلت لكم. دايما بنتكلم على الصورة اللي احنا شايفينها او على الاداء الفني اللي احنا شايفينه. النهاردة في الحلقة الكلام في الكورة هيبقى كتير. خلصنا فقرات كرسي الاعتراف، خلصنا امور كتير جدا، خلصنا تقاريرنا من الشارع. النهاردة كلام في الكورة مهم جدا برضو لحضراتكم، نرصد بعض الفنيات ونتكلم فيها مع بعض. في بعض النقاط في مباراة النهاردة ما بين النادي الاهلي والاسماعيلي مهمة جدا تعرفوها. هبتدي في مباراة الأهلي والإسماعيلي بموسيماني. هقول شابو موسيماني ليه؟ لما قبل المباراة تابعت المواقع كلها، تابعت كل الاستديوهات كلها، بقيت أقلب من هنا لهنا لهنا. الكل كان بيتكلم إيه التشكيل ده، إيه التسرع ده، إزاي اللعيبة الأفارقة، حرق اللعيبة الجديدة، وا 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 وا. ولكن موسيماني راهن على تشكيله وكسب بيه، وشفنا اختلاف في المستوى، وشفنا اداء في دفاع وفي هجوم، في خطوط متقاربه، في حيويه في الاداء، في لمسه ولعبه، في تحرك بدون كوره. كل ده شفناه الاولاني. يبقى شابوه ليه؟ اول حاجه علشان موسيماني راهن على تشكيله، وفي ظل كل الناس اللي بتتكلم في الفنيات كانت بتقول ان التشكيل ده غلط. ده رقم واحد. رقم اتنين، النهارده واللي في الكواليس اللي احكي لحضراتكم، المدير الفني موسيماني كان بيقاتل على صفقة بيرسي تاو. في ظل الصفقة كان ممكن تبوظ، في ظل البرايتون على سعر اللاعب، في اللاعب جاله عرض قبل ما يجي النادي الاهلي، والمدير الفني على علاقة بيه من ايام ما كان بيلعب في سان داونز، فاصر اصرار شديد جدا ان اللاعب يبقى موجود. فمن هنا لازم نقول له شابوه، كان ممكن اللاعب ميبقاش موجود. ليه؟ عشان اللاعب النهارده من اول لمسه ليه في المباراه، اللعيب اللي عنده فنيات عاليه بيبان من اول دقيقه، اللعيب اللي عنده امكانيات بيبان من اول دقيقه، اللعيب اللي عنده باور وعنده سرعه وعنده تحرك بدون كوره بيبان من اول دقيقه. ده اللي كنا قلناه قبل كده، على عكس الستارت بتاع بواليا. لعيب بيلعب بشماله ايضا بس كان حركته بطيئه جوه الصندوق، المدرب قعد يسنده يدعمه ويسنده ويدعمه لغايه لما كان في الاخر مكانه الدك. لكن اللاعب النهارده المدرب بيراهن عليه من اول مباراه، بينزل بيثبت وجوده، وده اللي احنا شفناه. الراجل بيجيب هدفين، بيتحرك، في سرعات، في امور كتير جدا. فنرجع تاني نقول شابوه لموسيماني مرتين على تشكيلك في ظل ان الناس كلها كانت بتنتقدك. رقم اتنين على لاعب بيرسي تاو، على اصرارك في ظل ان الصفقه كان ممكن تفشل وانت صممت ان الصفقه تبقى موجوده داخل جدران النادي الاهلي. عايز اتكلم كمان على اهداف النادي الاهلي، وعايز اتكلم على طريقه لعب النادي الاهلي. النادي الاهلي كان محرر الاطراف اكرم توفيق ومحرر علي معلول، على عكس اللي كنا بنشوفه قبل كده. كنا بنشوف لعيبه تلعب، تلاقي الجناح اليمين مثلا حسين الشحات، وتلاقي طاهر محمد طاهر في ثبات، ولا الباك رايت عارف يطلع، ولا ولا ولا, ولا في لا مركزيه عشان في خلخله دفاعيه تعملها كمهاجمين. عشان كده كنت تلاقي احيانا الريتم بطيء، مفيش افكار هجوميه، كل ده كنا بنشوفه. النهارده مع التغييرات اللي موجوده لقينا اكرم موجود في حاله هجوميه، لقينا علي معلول موجود في حاله هجوميه، النادي الاهلي قفشه في رجله الكوره، تلاقي في جمعيه في الاداء، لمسه ولعبه في وسط الملعب، كل ده كان موجود. اه طبعا موجود، لكن الجميل دايما في الكوره الفريق الكبير لازم يبقى كله تحت خط الكوره ثم ابتدي اضغط. يعني ايه؟ يعني لازم ابقى شايف الكوره مع المنافس، واول راس حربه هو اللي بيوجه الضغط. الكرة بتيجي ناحية اليمين بيتحرك، تلاقي الديفندر بيميل، الديفندر البعيد بيقرب. دي أمور في الكرة ألف ب لازم تبقى موجودة. النادي الأهلي عملها؟ آه طبعا النادي الأهلي عملها. أنا كل ده بتكلم على النادي الأهلي. ضربة الجزاء الأولانية ضربة جزاء صحيحة، لما الكرة اتعادت مرة واثنين وثلاثة في شنكلة، وفي بيقولوها كده التحكيم في قانون التحكيم تهور من المدافع.
ده ضربه الجزاء قدر النادي الاهلي يجيب الهدف الاول. الهدف الثاني كره من ديانج لقفشه، قفشه بيعمل جامب بيسبق المدافع ثم بينزلها لبيرسي تاو. بيرسي تاو الراجل على شماله استغل سرعته وامكانياته المهاريه وضم لبره، اخذ الكوره لبره وابتدى يتعامل مع الكوره واحرز الهدف الثاني. النادي الاهلي اكتفى؟ لا، النادي الاهلي دور على الثالث، دور على الرابع في ظل غياب لاعبي الاسماعيلي النهارده، واحده من أسوأ المباريات لنادي الاسماعيلي للامانه. طيب المشهد اكيد هتكلم على الاهداف كمان دفاعيه وهجوميه. حسين الشحات بيروح ناحيه اليمين بيلعبها للاعب المتميز للنادي الاهلي احمد عبد القادر. اللاعب ده يا جماعه عينيكوا تبقى عليه برضه، اللاعب ده متميز جدا، والعين اللي جابته بقول لها شابوه برضه. اللاعب ده في مباريات كتير عنده مهارات غير طبيعيه، بيعرف يجيب اهداف، عنده ثقه في نفسه بشكل كبير، اول ما نزل بيعبر عن نفسه. حسين الشحات بيلعبها، عمل اللي هو هيشوط الكوره واخد استعداد الشوط، المدافع بيديله ظهره ثم الراجل بيدخل لجوه على اهداف محمد صلاح نجمنا الكبير وبيجيب هدف عالمي. اخطاء كلها لما تيجي تبص في نادي الاسماعيلي اخطاء دفاعيه وتمركزات غريبه جدا، غريبه جدا، هشرحها لكم دلوقتي، ولكن عايز اتكلم على نقاط مهمه واستدعي التاريخ. عشان لما تبص على دكه الاهلي النهارده هتلاقي مين؟ محمد شريف، حسام حسن، كهربا، مين تاني؟ محمد شريف، حسام حسن، كهربا، لعيبه اوريدي كانت بتشارك وكانت اساسيه المباراه اللي فاتت، وحسين الشحات، طار محمد طار بره ال 18، محمد محمود، لعيبه فريق تاني بره. فهستدعي هنا، هستدعي الماضي، هستدعي جيل مانويل جوزيه. لما تيجي تقول كان فيه فلافيو حدث ولا حرج، لما تيجي تقول بركات حدث ولا حرج، وغيره وغيره ومتعب، كل النجوم اللي كانت بتلعب قدام. واحتياطي بقى يعني كان اسامه ساعات يشارك واسامه حسني وساعات احمد بلال يشارك وساعات ما يلعبش، ورغم كل ده مانويل جوزيه بيضم عبد الحميد حسن وبيضم احمد حسن دروجبا. ده اللي بتذكره دلوقتي. طب ليه بيعمل كده؟ ليه؟ علشان لما تكرر حضرتك يحصل هبوط في المستوى مكانك هيروح منك، ويبقى عندي وفرة عددية جنبي كله هي قاعدة بتكتسب خبرات، عشان لما تيجي تاخد الفرصة مفيش اسم يبقى أكبر من الفرقة، مفيش اسم يبقى أكبر من الفرقة. دي نقطة مهمة جدا. فبستدعي الماضي عشان تفهمه دكة الأهلي وانت تشوفها غريبة النهاردة. ده كل الأسماء كانت بتلعب المباريات اللي فاتت. حسين الشحات كان بيلعب كل المباريات بشكل كبير. طب النهارده حسين قعد بالتشكيله دي بثلاث اهداف امام مين؟ امام الدراويش. حتى لو الاسماعيلي في 20% مستواه او 50% مستواه او مفيش مستوى خالص، فده الدراويش واحده من المباريات القويه دايما وليها شعبيه وليها جماهيريه، اكيد كلكم متفقين معايا. فعشان كده النهارده اللي عمله موسيماني ده قمه في الذكاء. محمد شريف انذار، ده حسام حسن اللي بينزل وبيرسي تاو اللي ابتدى وانت موجود، هتعمل ايه؟ هتستسلم؟ هتقعد الدكه على اجبر ال 18؟ هتعمل ايه؟ في ايدك. فهنا ذكاء، وده اللي انا كنت بقوله دايما لموسيماني، ما تراهنش على واحد، راهن على جماعيه الاداء، راهن على الفريق. فمن هنا اللعيبه لازم تبذل مجهود كبير جدا عشان ترجع لمكانها لو هي عايزه مكانها، لان مفيش حد بيحجز مكان، المكان المفروض للي مستوى اعلى، اللي بينفذ تعليمات المدير الفني، اللي بيحقق انتصار مع المدير الفني عشان تعمل حاله من الاستقرار داخل الفريق وداخل اوضه اللبس. فده كان مهم جدا، بعض النقاط اللي انا رصدتها لمباراه النهارده، لان من تشكيل لتشكيل صعبه، فلو قدر الله كان حصل حاجه كنا هنشوف الناس نقد غير طبيعي. فالراجل طبق وجهه نظره، طبق طريقته مع اللعيبه اللي هو شايفها من وجهه نظره، والناس اللي كانت بتلعب كتير قعدت شافت المشهد من بره. ده مش معناها ان هم ما لهمش دور، معناها ان انت لازم تركز وتتعب عشان ترجع مكان. طيب انا عايز اتكلم عن نادي الاسماعيلي، وانا من حبي واحترامي
لنادي الاسماعيلي هتكلم كوره علشان نساعد نادي الاسماعيلي في ظل الامكانيات الشركات اللي موجوده في ظل التدعيمات في كل في فرق صرفت ملايين. فلازم النادي الاسماعيلي النادي الشعبي صاحب الشعبيه الجارفه، مش هقول في مصر لا، في الوطن العربي ليه جمهوره وفي مصر ليه جمهوره الكبير العريق. ده واجب عليا اقول الكلام ده للعيبه، الاخطاء اللي موجوده النهارده. وكمان في اوضه اللبس اكيد الكابتن طلعت يوسف ربنا يديله الصحه يا رب ويشفيه ويعافيه من كورونا، لما يبقى موجود مدير فني كبير هيختلف الامور. ولكن عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا، النقطه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها، الاسماعيلي اتخطف، خلينا نتكلم بامانه، في ربع ساعه 3 اهداف، في ربع ساعه 3 اهداف. شفنا مانشستر مع ليفربول خضه مع مين؟ كريستيانو، فريق انهار انهار. الاسماعيلي في ربع ساعه بعد ما كان اداؤه الدفاعي متميز، عارف بيعمل ايه، بيلعب في حدود امكانياته، ثم هدف ورا هدف ورا هدف، في ربع ساعه الاداء بقى غير منطقي وغير طبيعي. طب ليه؟ انا عندي اسباب فنيه. 1، في مشكله في قلبي دفاع نادي الاسماعيلي. اولا الهدف الاولاني في اللقطه الاولى لضربه الجزاء، انا لاعب واللاعب بيخترق، امشي معاه رجل برجل، ابعد، ما احاولش احتك واخد بالي، ثم احاول اسرع من رتمي. في فرق وانا بدافع ما بين اللي انا السبرنت والجاريه الخفيفه اللي انا بجري جنبه، طب ما انا اسرع من خطوتي وقابل. ده مش انتقاد، ده توجيه، وبنستغل خبرتنا في المكان ده ننصح الناس. فدي نقطه مهمه جدا. لكن لو انا سرعت من رتمي او السبرنت بتاعي هقدر اتعامل مع الكوره، لكن انا اجري خطوه بخطوه حصلت العرقله فضربه جزاء صحيحه، لان ده اسمه في قانون التحكيم تهور. الهدف الثاني غريب جدا بالنسبه لي جدا 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 جدا، اكيد معناش هايلايتس واكيد معناش مباريات، لكن احنا هنوصلك في اوضه اللبس اللي انت توصل، اللي هنشرح لك كل حاجه، لان الجمهور واعي والجمهور بيحب الكوره. ولما بننزل الشارع بنسمع ناس بتتكلم كوره في منتهى الروعه. قبل ما اتكلم عن الاخطاء خلينا اروح لمكالمه مهمه جدا وبارك له النهارده مدرب الفريق كابتن سامي قمصان. كابتن سامي برحب بيك والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن شادي، وطبعا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن سامي ممكن تحرك بالتليفون بس؟ اتفضل اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. سامعني كويس كابتن سامي؟ نرجع نكلمه تاني. هروح لغايه لما كابتن سامي يجي اشرح الهدف الثاني لنادي اللي دخل في نادي الاسماعيلي، كان غريب جدا، تمركزات غريبه جدا للامانه. واكيد الكابتن طلعت يوسف والكابتن محمد ابراهيم هيشتغلوا على الكلام اللي انا هقوله. الكرة في وسط الملعب مع ديانج، انا لاعب رايح للكرة لازم من البداية اكون قريب، مش مشكلة، ده خطأ مقبول في وسط الملعب بعيد عن المنطقة الخطر، بيلعبها طويلة لقفشة، انا لاعب اوريدي قفشة موجود قدامي، فانا مدافع او في وسط الملعب هو قفشة بيطلع الجنب، انا متأخر ليه؟ انا لازم اطلع معاه كتف بكتف، عشان لما اطلع معاه كتف بكتف مش هيطلع الكرة بأريحية بالشكل ده. خليني اروح للكابتن سامي قمصان مره ثانيه. كابتن سامي برحب بيك مره ثانيه والف الف مبروك على الفوز الكبير النهارده على الاسماعيلي. الله يبارك فيك. شكرا كابتن شادي، الله يبارك فيك ومبروك طبعا ليك في البرنامج الجديد، وان شاء الله تكون بدايه خير ليك ودايما كده متالق ان شاء الله يا كابتن. اشكرك كابتن سامي، شفت الفوز النهارده ازاي كابتن سامي؟ طبعا الحمد لله، طبعا بشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت والتصميم ديت والبدايه ديت، وحضرتك عارف طبعا النادي الاهلي من ما بيقبلش على نفسه اللي هو يخسر بطوله مرتين يعني، اعتقد الحمد لله اللعيبه مستوعبه الدخل ده كويس، كان مهم جدا ان انت تنقل الرساله ديت لجمهورك عشان ترجع الثقه تاني ويرجع الدعم تاني، ودي كانت حاجه مهمه جدا يعني. اعتقد الحمد لله النهارده نتيجه واداء ومكاسب كبيره جدا مباراه النهارده، وان شاء الله نقدر نبني عليها في المباريات الجايه باذن الله. كابتن سامي دايما انا بحب الريتم يبقى سريع في اخبارنا ومبارياتنا، فعندي امور كتير جدا عايز اناقشها معاك فنيا، لان انت في اوضه اللبس وعندك التفاصيل. اولا رهان الجهاز الفني على بيرسي تاو
والرهان والجهاز الفني بيكسب الرهان، ده رقم واحد. رقم اتنين بتراهنوا على احمد عبد القادر والثقه فيه، الراجل لما بينزل مجهزينه كويس، تغييره 10 على 10 معناه اللاعب مركز ومتجهز، عشان كده ده برضو حاجه محترمه جدا. عايز اعرف منك النقطتين دول يا كابتن سامي. بص خلينا نتفق يا كابتن شادي ان انت بيرت تاول من اللعيبه طبعا مميزه جدا، الراجل عارفه وعارف امكانياته وعارف قدراته، لاعب في الدوري الانجليزي عنده خبرات كويسه، بيتمرن كويس، كان عنده مشكله الاصابه اللي كانت جات له في ديت اخرته شويه ويمكن اثرت معاه طبعا في البدايه، لكن الحمد لله رجع لفتره الراحه ديت استعد كويس واشتغلنا معاه بدني كويس، والراجل اداله فرصه زيه زي اللعيبه اللي كانت قبل كده زي شريف لما خد فرصه وكان لعيب كان مميز، وكل اللعيبه اللي كانت بتادي حسين وقفشه، فاعتقد الحمد لله هو الراجل النهارده كسب الرهان طبعا عليه، وبدايه كويسه ليه واضافه كبيره جدا لينا، ويقدر ينافس شريف وحسام وكل الناس الموجوده، لان انت حضرتك عارف يا كابتن شادي كل ما بيبقى عندك خيارات كتيره وعندك منافسه بين اللعيبه بتبقى طبعا مكسب للفرقه. الحمد لله طبعا دي كانت حاجه مهمه جدا. نفس القصه حمدي لعيب مميز رهن عليه الراجل طبعا اتفرج عليه كويس السنه اللي فاتت، وكان من اللعيبه اللي كان مصمم عليها اللي هي تكون ترجع تاني النادي، لعب اداء الحمد لله ادى اداء كويس وسجل هدف مميز جدا، لعيب مميز لعيب عنده حلول في المواقف في واحد واحد بيقدر يشغلها كويس بيقدر يلعب على الجون كويس، فاعتقد الحمد لله اضافه كبيره لينا مع اللعيبه الموجوده عندنا الكبار اللي عندنا محمد شريف طبعا وحسين وكهربا وكل الناس اللي موجودين سليمان طبعا وكل الناس اللي موجوده في الثلث الهجومي، اعتقد الحمد لله المنافسه هتكون كبيره جدا جدا، واعتقد الحمد لله ان شاء الله الافضل يقدر يعمل اضافه للفرقه ويعمل اضافه للنادي باذن الله. كابتن سامي مهم جدا استغل وجودك معايا النهارده، تغييرات كتير جدا في التشكيله، كل الاستوديوهات وكل المحللين انتقدوا التشكيله، مخاطره كبيره، العناصر اساسيه قاعده، مع ان لما تيجي تتكلم على تشكيله الاهلي متعودين نشوف مثلا طاهر محمد طاهر النهارده بره ال 18، حسين الشحات او كهربا كانوا على دكه البدلاء. ممكن نعرف التفكير في التغيير او في عدد كتير جدا في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي يا كابتن سامي؟ بص يا كابتن، خلينا نتفق الاول ان الطريقه دي يعني مش جديده على الفرقه، يمكن احنا لعبنا بيها ولعبنا بيها مباريات كبيره جدا يعني زي الترجي هنا وعندهم وعندنا، وزي ما صن داونز نفس القصه هناك اشتغلنا عليها كذا مره والراجل اشتغل عليها كذا مره، يمكن الماتش اللي فات برده كانت مختلفه شويه 4 3 3، لكن احنا بنتمرن على كذا طريقه لعب بتبقى مرتبطه طبعا يا كابتن شادي بالخصم اللي انت هتلعبه، مرتبطه بامكانيات اللعيبه اللي عندك الحلول اللي عندك، يمكن النهارده برضو لو بصيت للسكواد اللي عندنا هتلاقي معظم الاحتياطي كان في الثلث الهجومي، لكن لان كنا مهم جدا ان احنا نكسب مكسب كويس جدا عشان نطمن جمهورنا يعني. كابتن سامي يعني اتفضل يا كابتن. اتفضل كابتن. انا بحاول اسمع حضرتك اكتر، ان امور مهمه جدا بالنسبه لي عشان انا عارف حضرتك دايما بتتكلم بالامور الطبيعيه اللي موجوده ومصارحه الجماهير، وده جزء كبير جدا من النجاح يا كابتن سامي. اللي انا عايز اعرفه منك كيفية السيطرة لما الفريق طبعا بعمل تغييرات كتير جدا في التشكيلة وتديني المنتج الفني اللي أنا عايزه، بيبقى في ناس أساسية ممكن يبقى في حالة من الغضب، السيطرة على اللاعبين يا كابتن سامي هتعمله إيه كجهاز فني محترم مع النادي الأهلي؟ لا خليني أقول يا كابتن شادي إن أنت أكتر واحد في منظومة النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي كل واحد بيقوم بدور، انت عارف ان الجهاز الفني هو صاحب القرار في اختيار اللعيبه وفي التغييرات وفي شكل اللعب واللي انت مناسب للمباراه دي او لا، اللعيبه كلها ملتزمه جدا الحمد لله عندنا مشاكل، كابتن سيد قايم بالدور ده برضه على اكمل وجه بيساعدنا بيساعد الراجل على النقطه ديت، لكن الحمد لله احنا ما عندناش مشكله، ان هدف كل لعيبه النادي الاهلي ان انت تكسب وان انت تحقق بطولات تحط في تاريخك وفي سجلك، واعتقد الحمد لله ان دي اهم حاجه ان لعيب النادي الاهلي تفكير مختلف عن كل الفرق الاخرى يعني، لكن الحمد لله احنا ما عندناش مشكله ديت، الراجل بيشوف اللي هو المناسب ليه في كل مباراه وكل لعيبه، يمكن انت بتقول النهارده يمكن كان طاهر موجود الماتش اللي فات النهارده مش موجود، ان شاء الله يكون موجود الماتش اللي جاي، وليد سليمان الماتش اللي فات برده نفس القصه بس ممكن يكون عشان اصابه، لكن ان شاء الله يرجع يبقى برده قوه لينا، الشناوي برجوعه طبعا يبقى قوه، وعلي النهارده ما شاء الله ادى اداء مميز، فكل الامور ديت الراجل كل ماتش بيبقى ليه تصور معين وليه لعيبه معينه، ممكن الحمد لله
الاريحيه اللي بالنسبه لنا ان كل اللعيبه جاهزه الحمد لله، كل اللعيبه بتتمرن كويس، كل اللعيبه عندها دوافع كبيره اللي هي تعمل تخدم النادي الاهلي وتعمل اقصى ما عندها. دليل النهارده زي ما انت قلت الكابتن اتكلمت عليه اللي هي التغييرات، النهارده اللعيبه كلها نازله مركزه مفيش مشكله. النهارده كهربا الماتش اللي فات من احسن اللعيبه اللي ادت المباراه، عمل جون وعمل اسيست، والنهارده بيقعد ما يلعبش مفيش مشكله برده. اعتقد الحمد لله الرولز الموجوده في النادي الاهلي والمبادئ الموجوده في النادي الاهلي اعتقد انت اكتر واحد عارف يعني انا اقدر انا بتكلم في ايه، وان شاء الله مش هيبقى في مشكله خالص يعني باذن الله. كابتن يعني كنا سمعنا بعض التقارير، حضرتك كنت بتتكلم على محمد الشناوي من شويه، انت عارف الاصابات العضليه بتبقى لازم جاهز 100% عشان لما تيجي ترجع ما تتكررش الاصابه تاني، لان لو اتكررت تاني مده العلاج بتبقى اطول خصوصا الاصابات العضليه كده. محمد الشناوي تاكد غيابه بالفعل عن مباراه القمه؟ بص يا كابتن يعني خلينا برضه اقول لك ان الملف ده طبعا مع الدكتور هو اللي يقدر يحدد يعني. الشناوي كل اللي انا عاوز اطمن الناس ان هو الشناوي بيتمرن كويس، بيعمل البرنامج بتاعه كويس زي ما انت قلت. مفيش طبعا قيمه كبيره جدا الشناوي، ولاعيب مميز جدا ولاعيب مؤثر جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر. انت ما بتفكرش في الشناوي بس عشان خاطر النادي الاهلي، بس تفكر فيه عشان منتخب مصر والبطولات اللي عندنا. الشناوي مش هيلعب لما يكون جاهز 100%، وده حاجه طبيعيه اللي احنا خوفنا على الشناوي واصرارنا ان هو اللي يلعب وهو سليم 100%. اعتقد ان شاء الله مش هيلعب الشناوي الا بيكون ان شاء الله 100% جاهز. هو عامل برنامج طبعا مكثف جدا، وبيتمرن حوالي مرتين او ثلاث مرات، وبيعمل جلسات، وعنده تصميم طبعا اللي هو زي كابتن الفرقه، وعارف يعني ايه مسؤوليه كابتن الفرقه، وعارف المباراه مهمه جدا واحنا محتاجينه زي ما محتاجين عالي. النهارده بيأدي اداء مميز جدا، والحمد لله الماتش الثالث على التوالي ماشي كويس وعندنا ثقه كبيره فيه. لكن ان شاء الله ان شاء الله يعني لو الشناوي ان شاء الله اتاكد جاهزيته المباراه طبعا هيكون اضافه كبيره جدا. لو ربنا ما كتبليش المباراه برده نفس القصه هيكمل عالي، وعندنا ثقه كبيره فيه وفي الناس الموجوده ان شاء الله. كابتن سامي حابب تقول اي حاجه اخيره لجماهير النادي الاهلي؟ لا طبعا بقول لهم طبعا مبروك، بدايه مهمه جدا لكن لسه بدري جدا، مشوار طويل جدا، لكن اوعدكم ان احنا هنعمل اقصى ما عندنا، مش عشان بس بطوله الدوري العام، عشان كل البطولات اللي احنا بنشارك فيها. يمكن الاخفاق اللي حصل السنه اللي فاتت سواء في الدوري او في الكاس، وان شاء الله ما يتكررش تاني. نقدر ان شاء الله بكميه اللعيبه اللي عندنا ديت المتاحه بالنسبه لنا ان شاء الله تدينا استمراريه في الاداء، وتدينا طموح كبيره ان احنا نحقق طموحكم بالاداء والنتيجه والبطولات ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. لكن في الاول والاخر برضو دعمكم مهم جدا، واستمراركم واستمراريه اللي انتم تبقوا في ظهرنا مهمه جدا جدا جدا، محتاجينكم، محتاج دعمكم اكتر واكتر، وان شاء الله ان شاء الله مش هنبذلكم باذن الله. كابتن سامي امصال مدرب عام النادي الاهلي، ببارك لحضرتك الف الف مبروك، وبنشكرك على توضيح كل الامور لاوضه اللبس. هرجع لنادي الاسماعيلي والكلام اللي كنا بنتكلم فيه الفني بالنسبه للهدف الاولاني اللي دخل في نادي الاسماعيلي عشان نعالج الاخطاء، عشان دي مباراه للنسيان لنادي الاسماعيلي. الكوره مع ديانج بتتلعب لقفشه، هنا قفشه كان معاه واحد من نادي الاسماعيلي. انا عايز حضراتكم تركزوا معايا عشان هنشرح لكم بالتفصيل اللي حصل في الهدف. لما اجي اطلع لازم ابقى كتف بكتف، طب انا عشان مش مركز فسبت قفشه طلع لوحده لعب الكوره بمنتهى السهوله، لكن لو انا مركز كمدافع او في وسط ملعب هطلع معاه في نفس التايمنج، مش هيطلعها على الاقل مش هتطلع الكوره بالشكل ده لبيرسي تاو. بيرسي تاو بيستلم الكوره، في لعيب ناحيه اليمين وفي باهر محمدي لاعب ناحيه الشمال اسف السردباك، والكوره نزلت بالشكل ده اتنين على واحد والحته الشمال دي كلها فاضيه. اقرب واحد كان عماد حمدي. عماد حمدي كان لازم يعمل حاجة واحدة، أنا مش بحمله حاجة، ولكن لازم نفس الموضوع في الفرق ما بين اللي أنا بجري خفيف ولازم أبقى أسرع سبرنت قوي جدا، أعدل من سرعتي عشان أجري أملي المكان الفاضي ده، المربع الفاضي ده. طيب نقول عماد ما عملش كده. الراجل رايح معروف بيرستاو بيلعب بشمال، باهر المحمدي راح مندفع وفاتح له الحتة الفاضية. مندفع جدا مندفع جدا. وهنا نصيحتي عشان انت لعيب عندك امكانيات، في فرق ما بين اللي انت بتلعب باك رايت وتحركاتك في الباك رايت وما بين تحركاتك وانت سرد باك. السرد باك لازم تبقى تقيل تقيل، وانت المفروض بكلم لعيب عنده خبرات، لعيب منتخب مصر، لعيب لعب المباراة الاخيره، لازم عندي خبرات، هدوء،
عينيا على الكوره، عينيا على بسيب افتح المجال ارجع خطوات لورا عشان ابتدي الستارت نبقى مع بعض، لكن لما بروح اندفع واجي ازق الكوره خلاص طلعت نفسي بره اللعب، بره اللعب. فما ينفعش ان انا اروح اقابل بالسرعه دي، كان ينفع ابقى تقيل عينيا على الكوره واخد خطوات لورا على الاقل. هيكون عماد حمدي ممكن يكون رجع، زميلك اللي مايل قوي ناحيه الشمال كان هيديك مساحه والوقت اللي ممكن يغطي معاك وفي ظهرك، مجرد ان انت تاخد خطوتين لورا مش اندفع واروح واسيب اللي بيلعب على شماله في مساحه فاضيه، فاضطريت تروح وراه كان هو خطواته اسرع، كره خبطت في رجلك ودخلت هدف. الغريب بالنسبه لي وانا ما بحبش في السردباكات دايما اللي انت لما يجي حد يشوط تروح عامل كده، انا بشرح لكم علشان كلام كوره انتوا عارفينه اكتر مني، ولما بنزل الشارع والله بشوف ناس بتتكلم في الكوره يعني ببقى فخور بيكوا وانا في الشارع، وهتشوفوا الايام ده اللي جايه عشان احنا سجلنا الكلام ده وشفت ناس بتقول كلام في الكوره حاجه تشرف بجد. طيب كل الكلام ده والاخطاء دي هنتكلم فيها مع كابتن ابراهيم سعيد، لان في اخطاء للامانه في التمركز ومفروض لعيبه عندها خبرات ولعيب حد بيشوط اروح لازم اللعيبه انا عندي قلب بلعب في نادي كبير اتحمل مسؤولياتي، واحد بيشوط عيني في الكوره كره القدم مرتبطه بالروح بالرجوله في الاداء. فلازم اللي انا عايز اقوله وده مهم جدا بالنسبه لي والنصيحة لاخواتي اللعيبه واكيد الكابتن طلعت يوسف مدير فني محترم وكمان الكابتن محمد ابراهيم في اوضه اللبس مهم جدا الهدوء، دي نصيحه، لان احيانا لما اتعامل بعنف مع لعيبتي او اعنف وافقد الثقه في ظل فرق عاليه جدا وعامله تدعيمات قويه جدا فرقتي لو فقدت الثقه وانا نادي شعبي نادي جماهيري جمهوري بيعشق كره القدم لو فقدت الثقه مش هقدر هخاف هيبقى قدامي لعيب زميلي ومش هبقى شايفه من الخوف، صدقوني دي خبره سنين طويله، فلازم خلاص مباراه للنسيان ننساها بحلوها بمرها باخطائها اللي موجوده وضربه البدايه الحقيقيه لنادي الاسماعيلي يعز علينا كلنا واحد من افضل الفرق حتى لو بربع امكانياته بيلعب كوره جميله. فعشان كده لازم اطمن كمان على الاسماعيلي من زميلي وصديقي العزيز احمد وجيه من اسماعيليه المتخصص في شؤون الاسماعيلي. استاذ احمد برحب بيك. برحب بيك يا كابتن شادي وبرحب بكل مشاهدي طبعا اوضه اللبس. يعني يا كابتن شادي عايز اقول لحضرتك ان في غضب عارم في الشارع الاسماعيلاوي نتيجه الهزيمه الثقيله امام النادي الاهلي، يمكن الجمهور الاسماعيلي دايما متعود الاسماعيلي في اضعف حالاته في اسوء حالاته، يمكن ده التيم اللي لعب النادي الاهلي نهايه الدور اللي فات وتعادل معاه، يعني ما فيش جديده الا كان يمكن الكوتش بس متغير ويمكن اللاعب الزامبي طبعا جاستن اللي هو طبعا الاسماعيلي تعاقد معاه جديد واحمد عادل عبد المنعم، ولكن التيم كل اللي كانوا بيلعبوا النهارده هو تيم النادي الاسماعيلي من الموسم اللي فات، فطبعا غضب شديد جدا وبيحملوا الهزيمه لمجلس اداره النادي الاسماعيلي طبعا اللي قرر ان هو ما يرشحش نفسه برئاسه ابراهيم عثمان. يعني الناس زعلانه جدا يا كابتن شادي من الهزيمه طبعا ومن الاداء، ما كانوش متوقعين اللي يكون الاداء بالشكل ده، ولكن كابتن محمد حمص بعد المباراه قال الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه ولكن احنا قادرين ان احنا نعدي الازمه ونعدي الكبوه، ويمكن بعد الانتخابات بقى كابتن شادي اللي هي تكون 31/10 اللي هو نفس يوم مباراه سيراميكا، يمكن طبعا بوجود مجلس جديد طبعا لان المجلس الحالي لن يترشح منه اي احد على راسهم طبعا ابراهيم عثمان، يمكن يكون في بديله امل طبعا وفي هيكون اكيد في دعامات في يناير طبعا تضيف للنادي الاسماعيلي، لان حتى الجماهير الاسماعيلي مش راضيه عن الصفقات بنسبه 100% يعني اسوه بالانديه الاخرى، زي ما حضرتك عارف الانديه عامله السنه دي تعاقدات قويه جدا والدوري السنه دي قوي جدا، ولكن خلينا نقول يا كابتن شادي ان الاسماعيلي يعني في اضعف حالاته ما بيتغلبش اربعه حتى امام النادي الاهلي النادي الكبير طبعا النادي العريق، ولكن دايما بتبقى طبعا من كلاسيكيات كره القدم المصريه، فاكيد طبعا في غضب شديد من جماهير النادي الاسماعيلي، حتى يمكن كان في بعض اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي حضر المباراه بعد الهدف الثالث كده، يعني ايه خدوا بعضهم ومشوا علشان طبعا
غضب بعض الجماهير اللي موجوده في استاد برج العرب. استاذ احمد وجيه متخصص في اخبار نادي الاسماعيلي، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا. عشان كده مره تانية وثالثه ورابعه ومليون، اوضه اللبس مهمه جدا في الاسماعيلي من بكره، اوضه اللبس، تكاتف، معالجه الاخطاء الدفاعيه، تمركزات، من الحاجات المهمه برضو في وسط الملعب. مش هقدر ما اتكلمش، الكوره جايه لي انا عماد حمدي، انا محمد الشامي، كره تجيلي كده ماليش غير حل واحد، العب الكوره وان باص والف واتحرك. لكن لو انا جاي لي الكوره ومضغوط عليا من وسط ملعب النادي الاهلي والف هياخدها، ضربت خط بالكامل، بتروح زي الهدف الثاني اتاخد محمد الشامي وهو بيلف، ما لفش، ما فيش لعيب في وسط الملعب. اتذكر جاف في دماغي دلوقتي هدف اوباما لمحمد شريف في احد المباريات مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت، وما بيلف ضغط عليه في وسط الملعب محمد الشريف راح يطلب انفراد جون. عشان هي الكوره دي كده، الكوره دي وسط الملعب، تجي لك الكوره يا اما ترجع لزميلك هو عنده رؤيه اكتر وتبتدي تلف وتتحرك، اللي هو بقى ياخدها يوزع اللعبه للرايت للف، ما فيش مشكله. لكن انا باخد الكوره الف بيها ليه؟ واخسر فرقتي ليه؟ واضغط فرقتي ليه؟ ده خطا لازم يتعالج في لعيبه في وسط الملعب ما بتعرفش اللي هي تلعب الكور. ريح نفسك، انا زميلي بيلعب لي وظهري للمنافس، العب الباص واتحرك، العب الباص واتحرك، اقف على الكوره والعبها واتحرك. ده الصح خصوصا مع الانديه الكبيره واللعيبه اللي عندها امكانيات. لكن انا اخد الكوره والف اتاخد مني يجي فيا هدف مره واثنين وثلاثه، فاتمنى، انا بتكلم في اخطاء فنيه واضحه بتوقع اي فريق مهما كان اسمه للامانه. عشان كده كمان هنتقل لبيراميدز والمقص. الكابتن إيهاب جلال ولا أروع، مدير فني على أعلى مستوى. كابتن إيهاب جلال الواضح عينه على حاجة مع بيراميدز السنة دي. ليه؟ لأن الصفقات ما جاتش بعشوائية، عمل صفقات محترمة جدا 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 وبعناية، ومعروف الأماكن الشاغرة عندي إيه أو المكان ده فاضي، لا أنا عايز لعيب فلان الفلاني. فده حاجة كويسة جدا، وضربة البداية كانت أمام مصر المقاصة، وقدر النهاردة فريق بيراميدز يفوز على مصر المقاصة بهدفين لهدف. خلينا نتكلم عن لعيب مهم، زي ما تكلمنا على لاعب المقاولون العرب وتكلمنا على بيرسي تاو، النهاردة وليد الكارتي. وليد الكارتي لعيب متميز جدا، صفقة محترمة، الكابتن إيهاب جلال موظفه هو والجهاز الفني اللي معاه توظيف 10 على 10. عشان كده اللاعب بيتألق. في لعيبة كتير نجوم من غير توظيف كويس ما يدكش المردود الفني. عشان كده كمان خلينا نعرف من المدرب العام لنادي بيراميدز الكابتن حمد إبراهيم. كابتن حمد ألف ألف مبروك، وبرحب بحضرتك في أوضة اللبس. كابتن شادي أهلا وسهلا بيك، تحياتي ليك ومبروك على البرنامج الجديد، وان شاء الله موفق على طول يا حبيبي باذن الله. كابتن حمد الف الف مبروك. التشكيله دايما مع الكابتن ايهاب، طبيعه العمل في اوضه اللبس متكاتفين مع بعض، اختياره للناس اللي بيثق فيها، بيتحرك بالناس اللي معاه، عشان كده بنلاقي نجاح في اي مكان بتروحوه. فبضربه البدايه ولا اروع كابتن حمد. حبيبي يا كابتن شادي، والله يعني انا بحمد ربنا وبشكر ربنا طبعا، يعني اختيار الكابتن ايهاب وثقته فينا طبعا دي حاجه فوق دماغنا، لكن في الاول وفي الاخر انت بتعمل اللي عليك وبتعمل الجزء اللي انت مطلوب منك، وتوفيق ربنا بس هو وحده اللي احنا بنطلبه ان شاء الله يا كابتن شادي. طبعا مباراه مهمه جدا النهارده، انك انت تبدا السيزون وانت معاك 3 بونت، فرقه من نادي المقاصه كان مغير كل اللعيبه اللي فيه، فانت ما تعرفش الشكل اللي هم موجودين فيه، ما تعرفش هم هيبتدوا بطريقه لعب ازاي، لكن طبعا معاهم مدرب من المدربين الواعدين ان شاء الله اللي هيبقى له مستقبل كبير الكابتن تامر مصطفى. فالحمد لله رب العالمين 3 بونت، وكان في مجهود كبير جدا من اللعيبه، الحمد لله بحمد ربنا. كابتن بعد المباراه وفوز مهم جدا، قبل ما اسال في الديتيلز، مهم جدا بالنسبه لنا اوضه اللبس، الكابتن إيهاب جلال قال لعيبته ايه في اوضه اللبس بعد المباراه؟ والله يا كابتن إيهاب كان طبعا يعني زعلان سنه من احداث الشوط الثاني، لكن هو طبعا بارك للعيبه وعلى المجهود اللي هم عملوه. ما برضه انت بتلعب فرقه وفرقه المقاصه عشان متغيره كابتن شادي، فبيبقى في مباريات كده بتخلص بقى وتخلص على طول،
ما الشوط الاول كنت ممكن تخلص بنتيجه ونتيجه كويسه، لكن طبعا فرقه انك انت ما تفضل لغايه 1-0، ففرقه المقاصه الشوط الثاني كانت متماسكه شويه وبدات بتلعب على كور الهجمات مرتده وبيلعبوا كور طوليه في ظهر المدافعين عندنا عشان الكره تنزل بياخدوها، يحصل خطا يحصل حاجه، لكن في الاول وفي الاخر انا بحمد ربنا على الثلاثه بونت. طبعا الكابتن ايهاب شكر اللعيبه، لكن طبعا في كلام ثاني احنا يعني النهارده ما بقاش في كلام كبير، لكن بكره ان شاء الله في التمرين باذن الله يبقى الكلام اكتر مع اللعيبه عن الحاجات اللي حصلت جوه المباراه، وطول ما انت شغال بتصلح يا كابتن شادي، لانك سيزون هيبقى سيزون طويل وسيزون قوي، فانت محتاج مجهود كبير. كابتن هكلمك في حاجه بقى نفسيه كده شويه، واجهت صعوبات انت والكابتن ايهاب جلال النهارده وانت بتقابل فريقك القديم اللي اشتغلتوا فيه وتعلموا فيه كل كبيره وصغيره؟ اكيد كل مكان انت بتشتغل فيها كابتن شاهد انت بتسيب فيه ذكرى، وذكرى كويسه. مصر المخاصه احنا بدانا فيها الشغل من الاول والحمد لله حققنا فيها نجاحات كبيره، تاخد رابع اول سنه تاخد رابع دوري، ثاني سنه تاخد ثاني دوري وتلعب دوري ابطال وتسيبهم، فبرضه انت سايب ذكرى كويسه، والناس هناك بالنسبه لنا يعني ناس محبه جدا وناس يعني اخواتنا واصحابنا، فاكيد طبعا بيبقى، بس طبعا جوه اكل عيشك وشغلك بقى كابتن شادي تنسى كل حاجه، لانك انت دلوقتي بتنتمي بكل جزء فيك لنادي بيراميدز، بتدي له كل الشغل وكل الطاقه لنادي بيراميدز، ما فيش حاجه ثانيه ممكن تشغلنا يا كابتن شادي عن الفريق اللي انا بشتغل فيه. بالظبط، فدي من الحاجات المهمه، لكن في الاول وفي الاخر احنا بنحترم كل الناس وكل الفرق اللي احنا كنا فيها بنحترمهم جدا، لكن في الاول وفي الاخر انا عندي فريق دلوقتي بنتمي ليه، وعندي شغلي وهدفي الاول والاخير ان كل مباراه بلعبها مع بيراميدز ان انا اخد الثلاثه بونت ان شاء الله. كابتن حمد سؤالي الاخير، الطموح مع بيراميدز امكانيات لعيبه على اعلى مستوى، طموح الكابتن ايهاب مع جهازه الفني بيقول لكم ايه وبتفكروا في ايه؟ هو ما بنفكر في الحاجه الطبيعيه جدا، بيراميدز كابتن من يوم ما طلع وهو نادي كبير عنده لعيبه كبار عنده اداره محترفه جدا، بيراميدز على طول بيوصل لنهائي الكونفدراليه بيوصل لقبل نهائي بياخد ثالث دوري بياخد ثاني دوري، يعني فرقه بتنافس على طول يا كابتن شادي، فمع ان انت بتجيب كابتن ايهاب وكابتن ايهاب على طول طموحه في كل فرقه بيروحها انه يشتغل ويشتغل بشكل كبير جدا ان هو في كل مباراه ياخد ثلاثه بونت، لانه في الاول وفي الاخر انت بتخلي تركيز اللعيبه وطموح اللعيبه ان هو يبقى ما عندوش هدف ثاني غير انه ياخد الثلاثه بونت، وفي الاخر بقى بتكون البنات ديت، وبعدين دي المنافسه بقى الحقيقيه اللي انت بتقولها للعيبه يا كابتن، ان ازاي يبقى عندك ثقافه الفوز، انك انت ازاي لغايه اخر مباراه لغايه 90 دقيقه في كل مباراه تجمع البنات ديت عشان في الاخر تلاقي حاجه كويسه، لكن في الاول وفي الاخر مع اخر حاجه هقولها لك يا بشادي، انت ازاي تعمل الكلام دوت وانت بتلعب كوره كويسه الناس تتبسط بيها، فدي حاجه مهمه جدا، لكن في الاول وفي الاخر التنظيم جوه الملعب هو اللي هيفرق، والدوري لسه طويل يا كابتن، وفرق كبيره جدا السنه دي وفرق دعمت بشكل كبير، فانت ازاي هو ده اللي هيفضل الفيصل لغايه اخر الدوري، انك انت تشوف الفرقه بتاعتك منظمه وتشوفها لاخر الوقت تلعب كوره كويسه وتكسب الثلاثه بونت ان شاء الله. كابتن حمد المدرب العام لفريق نادي بيراميدز، الف الف مبروك البدايه النهارده، وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي يا كابتن حمد، بشكرك شكرا جزيلا. معايا مجموعه اخبار من الاخبار، خلينا ناخد فاصل نريح في اوضه اللبس شويه ونرجع لحضراتكم ونكمل اخبارنا النهارده، عندنا اخبار من نادي الزمالك مهم. برحب بحضراتكم من جديد، وخليني اكمل الجزئيه اللي انا كنت بتكلم فيها، الحاجه الاخيره ندي الدوري المصري حقه، ندي الدوري المصري حقه. عايز تقول ايه في اوضه اللبس؟ عايز اقول وليد الكارتي لاعب مصر بيراميدز بيتالق النهارده وبيحرز هدفين بشكل كبير جدا، هل ده كان مستواه قبل ما يجي بيراميدز وهو في الوداد؟ اعتقد بيبقى لا. طب عايز اقول ايه اكتر؟ عايز اقول الدوري المصري مصنع للنجوم، القيمه التسويقيه للاعب بتبقى قبل ما يجي الاهلي او الزمالك او اي نادي كبير في مصر بيبقى بقيمه معينه، لما بيلعب في الدوري المصري قيمته بتزيد، بس احنا دايما معرفش بنقلل من نفسنا ليه. فالدوري المصري هو مصنع فعلا للنجوم، بمعنى عندي امثله كتبتها كده ودخلت ذاكرت شويه مع فريق عملي قبل الهوا، على سبيل المثال فرجاني ساسي كان بالسيد دوت وهو في السعوديه قبل ما يجي نادي الزمالك، او الاسم او السمعه كلاعب
لا اسمه زاد في نادي الزمالك كبير جدا، وقيمته التسويقيه اخذ ارقام كبيره جدا بعد ما لعب في نادي الزمالك. اشرف بن شرقي كان في السعوديه ثم فرنسا ثم نادي الزمالك، بس قيمته واسمه في الوطن العربي مع نادي الزمالك كبر بشكل كبير. النهارده بيرسي تاو موجود من اول مباراه بيثبت وجوده، في لعيب بتاع المقاولين العرب جون اوكلي لعيب مهم جدا، لعيب انا بقول لكم لاعب واعد، وده هيبقى الناس بتتنافس عليه بعد كده على مسؤوليتي. فلا الدوري المصري هو فعلا فعلا مصنع للنجوم، علشان كده اللعيبه بتيجي تتالق والقيمه التسويقيه بتعلى بتاعتها بشكل كبير. معايا تمام، معايا في على الهاتف واحد من المدربين المتميزين جدا. انا بقول عنده امكانيات كبيره وعنده امكانيات فنيه كبيره، وبقول له شابوه على استلامك مهمه مصر المقصه. ليه؟ في ظل اللي فيه مدربين كانت عارفه الظروف الماليه الصعبه وتبتدي تبقى خايفه تروح في مصر المقصه، ويجي الكابتن تامر مصطفى في المقصه يوافق ويبقى موجود ويقبل التحدي. علشان كده بقول له شابوه كابتن تامر مصطفى، برحب بحضرتك في اوضه اللبس. كابتن شادي، ازي حضرتك؟ كابتن شادي وحشني جدا جدا، ومنور الدنيا كلها، ويعني انا سعيد جدا جدا بوجودك تاني على الشاشه، وقيمه كبيره جدا وقامه كبيره جدا يا كابتن شادي والله. اشكرك كابتن تامر. عندك تحديات كبيره، انت شايف ضمته لعيبه كتير في ظل امكانيات ماليه كبيره جدا، واللي انت توافق على تدريب مصر المقاصه في ظروف صعبه جدا، انا اكيد بقول ده تحدي كبير وانت قدها يا كابتن تامر. حبيبي يا كابتن شادي، بص هو اولا طبعا انت عارف الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى كرمني السنه اللي فاتت بصعودكم اقوى الدوري الممتاز، ولما يجي لك عرض زي نادي مصر المقاصه بغض النظر عن الظروف اللي هو فيها، اسم كبير طبعا ومع ناس محترمه جدا، الحاج احمد او الست اللي هو عمرو او كابتن وليد، فده شرف كبير جدا الواحد يشتغل في نادي مصر المقاصه. اه نعم الظروف صعبه جدا جدا، الظروف الماليه طبعا صعبه جدا نادي مصر المقاصه، لكن ان شاء الله باذن المولى عز وجل بنامل في ربنا سبحانه وتعالى ثم في جهود المنظومه كلها ان احنا نقدر نعمل حاجه جيده جدا بنادي مصر المقاصه ان شاء الله. كابتن عايز اعرف من حضرتك يعني كونت الفريق ازاي بالسرعه دي؟ بص يا كابتن شادي، هو معظمهم ولاد صغيرين ولاعيبه من الدرجه الثانيه، لان الميزانيه بتاعتنا ميزانيه قليله شويه، يعني احنا بنتكلم ان احنا تقريبا عقودنا كلها 30 لعيب او ال 35 لعيب ما تعملش 15 مليون جنيه. يعني متوسطات عندنا من 400 ل 500 الف جنيه في السنه يعني للعيب يعني. فقدرنا نعتمد على اولاد النادي الصغيرين، يعني النهارده هشام الباك رايت ده مواليد 2001، زياد المهاجم مواليد 99، بتتكلم في كابتن الفرقه صبيحه السيرد باك مواليد 99، سعيد اللي نزل 2001، ايريك اللي جاب كل 99، فمعظمهم ولاد صغيرين ومعظمهم طبعا لعيبه من الدرجه الثانيه، في ناس ايريك النهارده اللي جاب كل ده كان معايا في كوكولا جبته معايا، فمجموعه لعيبه يعني من الدرجه الثانيه على الولاد الصغيرين على الخبرات طبعا اللي كابتن يعني. النهارده انا اسف على المقاطعه، بس بالامكانيات اللي انت بتقولها وفريق بيراميدز عنده لعيبه متميزه وخبرات، لما نتكلم فنيا في لبعض اوقات المباراه احرجته بيراميدز فنيا. والله الحمد لله كابتن شادي، طبعا دي شهاده كبيره نعتز بيها طبعا. طبعا بيراميدز فرقه كبيره جدا ومعاه مدير فني كبير جدا جدا، فطبعا كان مهمني جدا البدايه النهارده كابتن شادي ان احنا نحط رجلنا جوه الدوري بصوره كويسه، ان احنا نبين للناس برضو ان احنا رغم ان احنا خبراتنا قليله او ولاد صغيرين في السن، لكن احنا لعيبه كوره جيدين وجايين ان شاء الله مع الماتشات باذن الله. انا كنت سعيد جدا يا كابتن شادي برد فعل بين الشوطين اللعيبه، لان انا قلت لهم ان كنتوا خايفين منه حاصل، خلاص اشتغلوا بقى شغلكم والعبوا لعبكم، واشتغلنا بشكل معين وضغطنا بشكل معين من فوق، وقدرنا الحمد لله رب العالمين نظهر بصوره ايجابيه جدا الشوط الثاني، وده انا ده انا سعيد جدا جدا برد الفعل ده اللي هنبني عليه بقى ان شاء الله الماتشات اللي جايه يعني. يعني من الاخر كده بلغه الكوره، خط الدوري الممتاز متهيألي خدناه اول 45 دقيقه، وان شاء الله باذن الله نقدر ندخل جوه الدوري بسرعه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن تامر المدير الفني لمصر المقاصه، كل التمنيات الطيبه والتوفيق ليك، وانت واحد من المدربين المحترمين، بشكرك شكرا جزيلا. معايا خبرين مهمين جدا سريعا قبل ما نستقبل نجمنا النهارده الكابتن ابراهيم سعيد، ونتكلم فنيا في مباراه الزمالك اللي فاتت ومباراه الاهلي النهارده مع الاسماعيلي وكل الامور الفنيه من وجهه نظر الكابتن ابراهيم سعيد. عندي خبر مهم جدا،
كان الله في عون نادي الزمالك. بصراحة عقود قديمة بتظهر، وأنا مش بحب اللي أنا أتكلم في سلبيات كتير عن نادي الزمالك، لكن بتكلم عشان كبرنامج على الأقل أوضة اللبس بيمد إيده للدعم والمساندة وإظهار الحقيقة لكل جماهير نادي الزمالك. محمد إبراهيم لاعب متميز جدا، في أزمة في عقد مع نادي ماريتمو اللي لعب فيه في البرتغال. النجم محمد إبراهيم زي ما حضراتكم عارفين احترف في ماريتمو، كان في عقده لما رجع نادي الزمالك تاني، كان في عقده نسبة 40% في حالة إعادة بيع. فمحمد راح مصر المقصة بقد إيه؟ راح مصر المقصة بخمسة مليون جنيه، والعقد كان فيه لحد أدنى 1 مليون يورو. مش قادر استوعب، أنا بعته بخمسة مليون وفي في حالة بيعه أدنى حاجة اللي بيعه 1 مليون يورو، يعني نتكلم 18 مليون جنيه اتباع بخمسة، وانت المفروض لما تبيعه بخمسة هتسدد 18. طب ما انا ببعوش، ما انا اخليه ده قلب بيه ليه؟ عشان العقود مش بنبص فيها، وخزنة نادي الزمالك تتحمل عقود لعيبة وتتحمل امور كتير جدا في ظل ازمة مالية طاحنة. فعشان كده مش هقول الخبر اكتر من كده، دي امور حاجة صعبة جدا جدا. كل يوم كلام عن اللعيبة زي معروف يوسف اتكلمنا في اول يوم لينا، اللعيب بيشتكي هتلاقي وقف قيد، يعني بيفتح القيد مثلا في 2030، ده حاجة بجد. ده ليه لازم العقود متخصصين؟ انا اؤمن بالتخصص ليه؟ عشان كيان نادي الزمالك، وفي ظل كل ده بياخد دوري عام، وفي ظل كل ده بياخد ماشي كويس جدا في بداية الدوري، وكمان ماشي كويس جدا في افريقيا. فدي نقطة مهمة جدا جدا. طيب النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، وأنا هكون أمين جدا مع جماهير نادي الزمالك طول الوقت علشان حساسية الموقف بالنسبة لي، لأن لو شفت الكلام دوت في أي نادي تاني برضو هقول نفس الكلام هقوله، لأنه ده دور الإعلام، ما ينفعش معايا معلومة ممكن حاجة تهد فريق، مستحيل، مش هنعمل كده، مع إنه ممكن يبقى انفراد في الكواليس وجايبينها بنسبة 1000000%، لكن أنا بتكلم لإظهار المشهد العام لجماهير نادي الزمالك المحترم. في صراع رجال الأعمال داخل نادي الزمالك، وكل واستغلال الفريق للمصالح الشخصية سواء انتخابية أو سواء للبيزنس بتاعه. هتقول لي عايز تقول إيه؟ هقول لك عايز أقول لنادي الزمالك اتصرف له مكافأة الدوري، واللعيبة أخذت مكافآت وراحوا أحد المستشفيات، وكل الفرقة اتصرف لها مكافأة، والمستشفى دي تنتمي لأحد رجال الأعمال أو صاحبها رجل أعمال، مفيش مشكلة. طب خلاص، فيجي حد يبقى موجود في المجلس فيدفع فلوس لصفقات واللعيبة تتصور داخل الشركة، ده صح؟ ده صح؟ اللي خلاني أفتح القديم، الجديد بقى اللي جاي. كان في النهاردة مؤتمر لإظهار تيشيرت نادي الزمالك ودعوة لكل النقاد الرياضيين في مؤتمر صحفي محترم، ثم اتلغى الموضوع. ليه؟ مفاجأة، اللي المفروض اللعيبة كانت هتروح الشركة تتصور كلها. اللعيبة بتنتمي لكيان نادي الزمالك فقط، اللعيبة بتنتمي لكيان نادي الزمالك فقط، نادي الزمالك مش بتاع حد، نادي الزمالك مش بتاع حد، هو ملك أعضائه وجمهوره. اللي بيجي بيجي عشان تساعد نادي الزمالك، واللي بيجي بيجي عشان صفقات وعشان تفرح الجماهير وعشان تتحمل مسؤولياتك وعلشان ازاي تخلي الخزنة مليانة. فنيجي لما نتزني يقول لك ده عمل تطوعي، طب انت جيت ليه؟ كل لما تيجي تتكلم مع حد يقول لك عمل تطوعي. لا، صعب استغلال اسم لعيبة نادي الزمالك للمصالح الشخصية تحت مظلة الانتماء لنادي الزمالك، ده غير مقبول. انا مش هتكلم اكتر من كده برضو، بس حبيت اظهر الصورة لكل زملكاوي، ودي امانة امام ربنا سبحانه وتعالى. بالفترة الجاية هقول اسماء عشان الامور تبقى واضحة. ليه؟ هو ده دور الاعلام. نادي الزمالك كبير قوي ويستحق المساندة والدعم، ويستحق المشاكل دي تتحل، ويستحق اللي كلنا نقف جنبه.
ونادي الزمالك مش بيقع، نادي الزمالك بينافس بقوه، عنده مدير فني محترم، عنده فرقه بتلعب كوره محترمه، عنده جماهيريه محترمه. فكميه المشاكل اللي كل شويه تتصدر كتير بصراحه كتير، واحنا كل الانتماءات لما تيجي تتكلم اهلي وزمالك واسماعيلي وبيراميدز مصري اتحاد، كل ده لما كله يبقى كويس منتخبنا الوطني ده اللي انا حبيت بس اتكلم فيه. اكيد هيبقى عندنا ملفات كتير جدا الاسبوع القادم، لكن دلوقتي خليني اطلع فاصل سريع واستقبل نجمنا النهارده ونجم مصر لتحليل مباراه نادي الاسماعيلي والنادي الاهلي كابتن ابراهيم سعيد، ونرجع لحضرتك. اليوم السابع، مسؤول تامين الملاعب زياده اعداد الجماهير تدريجيا والدخول للحاصلين على اللقاحات. محامي الزمالك ليف الجول، المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو وهذا هو الوضع الحالي. اليوم السابع، مهلة ال 15 يوم تقرب قمة الزمالك والأهلي من الحكام المصريين أو العرب. القاهرة 24، شيكابالا يحصل على 1,000,000 جنيه لتسويق قميص الزمالك الجديد انفراد. يلا كورة، جلسة بين مسؤولي الزمالك ووكيل بن شرقي لحسم بند الشرط الجزائي. القاهرة 24، كيروش يطلب تقرير عن أحمد ياسر ريان لضمه أمام أنجولا والجابون. الوطن، عصام عبد الفتاح يطالب بعقوبات رادعة على منتقد الحكام عبر السوشيال ميديا. يلا كورة، ليفاندوفسكي الأفضل وصلاح رابعاً، صورة مسربة لقائمة بالندور 2021. الوطن، الزمالك ينتظم في معسكر مغلق يوم الجمعة استعداداً لمواجهة طلائع الجيش. مصدر من المصري ليف الجول، عمرو مرعي يغيب عن مواجهة المحلة بسبب الانقطاع عن التدريبات. الفجر، بيراميدز يعلق قراره بشأن منع بث مباريات الدوري. اليوم السابع، آخر كلام، الشناوي يبلغ المنتخب بجاهزيته للمعسكر وكيروش يضع شرطاً لضمه. بطولات، المحكمة الرياضية تؤيد تغريم الزمالك 1,000,000 يورو بسبب محمد إبراهيم. ورجعنا لحضراتكم من جديد، ودلوقتي فقرة الضيف. الضيف هو نجم اوضه اللبس الكابتن ابراهيم سعيد. كابتن ابراهيم مرحب بيك حبيبي يا شادي. مستعد ان شاء الله؟ الناس مستنيه بقى لك تقطيع ابراهيم سعيد والله خالص. بص انا ليه الانطباع ده متاخد كده والله ما عارف. بص اولا الحمد لله انا في اوضه اللبس في قناه النهار، في اي قناه تانية، على تويتر، على انستغرام، على فيسبوك، هو ابراهيم سعيد هو ابراهيم سعيد. والحمد لله دايما لما باجي اتكلم بتكلم من وجهه نظر. انا بص وجهه نظر ان انا كنت لاعب، والحمد لله خبره الحياه علمتني كتير جدا، وبتعلم وما زلت لسه بتعلم وهتعلم تاني. فانا لما باجي اتكلم او بنقد حد او بتكلم على حد كويس. بص في تجارب كتيره جدا كان في مع بعض اللاعبين، ومنهم اقرب مثال بس اللي هو اللي كان لسه من فتره قريبه تقريبا من سنه، كان الونش. الونش كان اول ظهور لي، انا واحد من الناس كنت غير مقتنع بيه. مع الوقت تطور من نفسه، اشتغل بقى دلوقتي الونش بقى ايه؟ من نجوم الفرقة. مش نجوم الفرقة، بقى من افضل المدافعين في مصر. دي حقيقة. اول واحد اتكلم عليه واشدت بيه ولعب منتخب مصر وراح لعب مع المنتخب الاولمبي. فانا بحترم نوعية اللعيبة اللي بتشتغل على نفسها او بتطور من نفسها. ما بقتنعش باللعيبة اللي هي بتاعت شو على السوشيال ميديا وتوجه ناس معينه عشان خاطر مثلا ابراهيم اتكلم على شادي، فشادي يقوم موجه لناس معينه عشان خاطر ايه؟ ترجع ما اتكلمش عليه. انا الموضوع ده تماما بعيد عن شخصيتي، والحمد لله زي ما قلت شادي، انا هنا في اوضه اللبس ناس كثيره جدا بتتابع قناه النهار وبتتابع برنامج اوضه اللبس، وان شاء الله في الفتره اللي جايه هيشوفوا تطور في البرنامج بشكل افضل ان شاء الله تعالى. وان شاء الله بمجهودك نوصل للناس، لان هنا مفيش مصلحه. انا واحد من الناس اتشرف ان انا في يوم من الايام لعبت للنادي الاهلي ولعبت النادي الزمالك، ولا ليا مصلحه مع النادي الاهلي ولا ليا مصلحه مع النادي الزمالك. انا بتكلم كمشاهد وكمشجع وكمحب
للكوره. انا واحد من الناس عايز تزعل جمهور الاسماعيلي منك وطبعا النادي الاسماعيلي طبعا شرف ليا ان انا في يوم من الايام لعبت له ممكن تكون مده قصيره بس الحمد لله يعني ليا بصمه معاهم يعني الحمد لله. ويمكن جمهور الاسماعيلي كتير جدا في اوقات في ظل الازمات بتاعت نادي الاسماعيلي كانوا بيوجهوا لي رسائل ان انا ساند النادي وما زلت على فكره انا بساند نادي الاسماعيلي. يمكن انا من اكتر الناس اللي بيتكلموا عن نادي الاسماعيلي تقريبا من فتره كبيره جدا لان وضع نادي الاسماعيلي في اخر اربع سنين يعني بينزل بينزل بينزل. ولولا الكابتن ايهاب جلال السنه اللي فاتت كان الاسماعيلي هيمر بس مش ده وضع الاسماعيلي برضه مع احترامي لايا كان مين مش ده وضع النادي الاسماعيلي. طب تخليني اخدك لمباراه النهارده على طول. خلينا نتكلم في حاجه معينه ان انا ما بتكلم من وجهه نظر بتكلم من وجهه نظر ان انا عايز الكره تتطور واللعيبه تبقى افضل. انا بتمنى ان اللعيبه نفس التجربه عملتها مع حسين الشحات. حسين الشحات جه في وقت تالق قمت اشدت بيه فانا ما فيش عداوه شخصيه ما بيني وبين حد. كل الجيل تقريبا يمكن ما تعاملناش شخصيا مع بعض والحمد لله بحترم الجميع بس انا بتكلم من وجهه نظر ان انا بحب اتفرج على كوره بحب الناس اللعيبه الموهبه اللعيبه اللي بتطور من نفسها. خلينا نتكلم على الدوري اول حاجه برضو عايز اتكلم فيها كبدايه مباراه سموحه والاتحاد دي كانت بدايه مبشره للدوري المصري حقيقي. واحنا قلنا هنا في اوضه اللبس بس قبل ده خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت لعيب كنت تحب الجمهور جدا عوده الجماهير والمباراه وانت حتى بتتفرج شفت حاجتين حلوين حقيقة. الصوره في حلوه في اختلاف اتنين الجماهير صوتها طالع خلاص حسينا ان في حاجه كويسه في منافسه حتى في لعيبه حتى بتحس ممكن يكون العدد قليل واتمنى ان هو يزيد في الفتره اللي جايه لان ده بيعمل اثاره بيعمل اثاره في الكوره حتى بيشجع اللعيبه حتى على المباراه زي ما انت قلت شادي بنستمتع وحتى المعلق هيعيش مع المباراه هنستمتع بتعليق هنستمتع بصوره نقل جيد وانا شايف ان في الفتره الاخيره في تطور بشكل كويس قوي. اتمنى ان الامور توصل لافضل وده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين نخش في صراعات مع حد احنا بنحاول نوصل لمرحله ان احنا ما نبقاش اقل من غيرنا لان احنا وصلنا لمرحله شادي في الفتره الاخيره المستوى في المنافسه حتى ما بين الدوري كان محصور ما بين اهلي وزمالك او يعني فهل دي الكره؟ لا احنا عايزين يبقى في منافسه من كل الانديه يعني زي ما قلت لك ان مباراه سموحه والاتحاد انا واحد من الناس ممكن اكون ما تابعتهاش بس اتفرجت على بعض اللقطات ليه قد ايه والله انا كنت مباراه شيقه إيه جدا انت بتتكلم 3-0 3-1 4-1 4-4 ما هي دي الروح هي دي الروح بقى اللي احنا بنتكلم فيها عايزين الكره تبقى كده احنا مش اقل من غيرنا احنا وصلنا لمرحله ان احنا انت بتتفرج على المباراه ما بتستمتعش. الحمد لله بدايه الموسم ده بتمنى ان هي تستمر حتى الانديه اللي طالعه وصاعده جديده تستمر في المنافسه يبقى كل فرقه طالعه مش يبقى عندها الهدف بس ان انا اقعد في الدوري مش ده الطموح عايزين يبقى في منافسه من كل الانديه. مباراه الزمالك امبارح ومباراه الاهلي النهارده باين قوي ان الفرقتين الاهلي والزمالك هم القيمه الاكبر للكره المصريه وهم اللي بيخلوا الناس تتابع الدوري المصري. المنافسه ما بين الزمالك وما بين الاهلي انا شايف ان السنه دي بالشكل اللي انا شفته ده هتبقى منافسه شرسه جدا ما بين نادي الزمالك والنادي الاهلي. نادي الزمالك عايز يحافظ على بطوله الدوري على حسب الموسم الماضي النادي الاهلي عايز يعوض الخساره الدوري وعايز يعوض خساره برضه السوبر المصري ففي منافسه هي دي الكوره وهي دي المتعه بالظبط. الدوري المصري السنه دي ممتع ضربه البدايه قويه حقيقي الفرق كلها تدعمات كويسه جدا حقيقي. هاخدك لمباراه الاهلي والاسماعيلي النهارده حابب جدا ابراهيم بخبرتك الكبيره سواء في الاحتراف او مع كل الانديه اللي انت لعبتها شفت المباراة بشكل عام في الأول إزاي ما بين الأهلي والإسماعيلي فنيا؟ بس طبعا مباراة قوية جدا وخصوصا هي صعبة على الفريقين صعبة على الإسماعيلي. الإسماعيلي في الفترة آخر تقريبا ثلاث سنين مش هو نادي الإسماعيلي من ناحية الإمكانيات من ناحية الأسماء حتى اللي موجودة اللعيبة المتواجدة مش لا تليق باسم نادي الإسماعيلي حقيقي يعني. حتى النهاردة في بداية المباراة مع احترامي للمدير الفني نادي الإسماعيلي طبعا مش ده نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي نازل النهارده متحفظ، خصوصا كمان انت بتلعب قدام خصم كبير جدا وقيمه كبيره وعنده امكانيات عاليه جدا، وانا شايف بعد التدعيمات اللي النادي الاهلي عملها في الفتره الاخيره انا اول مره اشوف بجد النادي الاهلي النهارده في روح، في اداء، في شكل ممتع، وده يمكن اللي انا كنت بتكلم عليه ان موسيماني ممكن ينقل النادي الاهلي
بخبراته باللعيبه اللي معاه، ودلوقتي هو عنده الامكانيات، عنده الامكانيات، عنده بيرسي بيتاو من اللعيبه الكويسه جدا. قد ايه النهارده عمل شكل انت معايا اللعيب ضربه البدايه بتاعته طبعا من لمسته للكوره تقدر تحكم عليه؟ طبعا بيبان. بص هو يعني احنا الحاجه الوحيده اللي انت بتتكلم فيها عدم التوفيق، وفي نفس الوضع ثقه اللاعب، ثقه اللاعب هي اللي خلته يظهر النهارده بالمباراه دي، ثقته ومشاركاته حتى لما كان مع سان داونز، وبرده ثقه المدرب، ثقه المدير الفني، لان هو تعامل مع موسيماني في فترات كبيره جدا، فهو عارف التعامل ما بينه وبين المدرب، عشان كده هو نزل المباراه تحس ان هو مش جديد على النادي الاهلي، عشان كده هو ظهر كويس. طب ومكسون يا ابراهيم لعب كويس قوي، هو على فكره خد بالك هو اللي كان بيحركه. وسيبك من كده، النادي الاسماعيلي النهارده عمل خطا كبير جدا، النادي الاسماعيلي النهارده كانت الخطوط الدفاعيه، انا مش عايز اقول لك كان في مساحه ما بين اللعيبه في الجزء الدفاعي كبيره جدا، والافضل ان بيرسي بيتاو اصلا هو من اللعيبه اللي عايزه مساحات، فهو النادي الاسماعيلي النهارده زي ما بيتقال ايه عمل مساحه ان ازاي يقدر يتحرك، طبعا مع تواجد قفشه عمل مساحه كبيره جدا ان يقدر النادي الاهلي يهاجم، خصوصا كمان النادي الاهلي بدا المباراه بثقه، في هدوء، اللعيبه المتواجده في الهجوم مع نص الملعب طبعا قالوا ديانج والسوليه وحمدي فتحي في شكل للنادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي قدر يسيطر على المباراه، وبعيد عن ضربه الجزاء اللي انت يعني انا مش مقتنع بيها ان هي مش ضربه جزاء. تمام اللي انت عايزه. وعلى فكره برضو عشان الناس ما تتكلمش في قصه، برضو ضربه الجزاء بتاعت نادي الزمالك مش ضربه جزاء، دي من وجهه نظري انا الشخصيه، بس ده ما يمنعش ان هي هتاثر على اداء النادي الاهلي، لان النادي الاهلي النهارده نازل بشكل افضل، نازل روح مختلفه زي ما انت قلت يا شادي. البدايه النهارده النادي الاهلي، انا اول من فاكر البدايه كنا بندردش مع بعض بره الكواليس، والبدايه بتاعت السوبر المصري ضد الطلائع، ولما الاهلي خسر الجمهور زعل ليه؟ فرق شاسع خالص. الجمهور زعل ليه؟ زعل عشان ضربه البدايه لازم تبقى قويه، وحركه اللعيبه وتمركز اللعيبه النهارده، النهارده ما شاء الله اداء اللعيبه كلها في نادي الاهلي، تحس ان اللعيبه واقفه على رجليها، حتى الجزء البدني بتاعهم تحس انهم واقفين على رجليهم. انا اول مره اشوف النهارده موسيماني بيضحك. ده حقيقه. على فكره خد بالك انا من المدربين اللي انا بحبهم جدا موسيماني، ومقتنع بالفكر بتاعه، وممكن يكون تعرض لهجوم كتير جدا في الفتره دي، وانا واحد من الناس كنت بتكلم ان مش ده موسيماني بصراحه، كنت حاطط له هدف معين ان هو يوصله مع النادي الاهلي في فترات كبيره جدا، هو بعد بس تقريبا بعد الدعم اللي حصل ده واللعيبه اللي انضمت حاليا وحتى عبد القادر لما نزل، هي دي بقى، هو ده اللعيب اللي عايز ينزل يثبت نفسه. انا بحترم نوعيه اللعيبه دي، يعني انا شايف ان تواجد بيرسي بيتاو وميكسوني هيأثر بشكل كبير جدا على تواجد حسين الشحات وكهربا، رغم ان كهربا في الفتره الاخيره ابتدى يعلى، وهي كده، هي الكوره فرصه لو بتستغلها انت موجود، في حد تاني بقى متواجد انضم جديد واثبت وجودهم النهارده، فهو صعب الموضوع على حسين الشحات وكهربا. من شويه كنت زعلان على نادي الاسماعيلي وبتقول لي 3 سنين مفيش تدعيمات، 3 سنين في امكانيات لعيبه، امكانيات لعيبه. معانا على الهاتف الكابتن احمد سمير فرج، واحد من نجوم نادي الاسماعيلي، خلينا نسمع هيقول ايه كابتن احمد سمير فرج. برحب بيك يا كابتن احمد. تحيات ليك كابتن شادي وتحيات. اقعد في حته الشبكه عدل. سمعنا كده؟ ايوه سامعك يا حته الشبكه كويس. تحيات ليك كابتن شادي وتحيات. انت بتيجي عندنا وتقعد. اظبطوا له الدخله يا جدعان. منتهضك والله. لا لا حبيبي احمد سمير. يا ابني اقعد في حته عدله. طب نحاول نجيبه تاني، نحاول نجيبه تاني. ابراهيم كنت بنتكلم على حاجه قبل الهوا انا وانت، ونوضح للناس اللي انت قلت لي لا التشكيل ده انا شايف اللي هو المناسب، قلت لك يا ابراهيم الاعلام كله عمال يتكلم ايه التشكيل اللي عامله المدير الفني ده وانت قلت لي لا ده افضل تشكيل عشان يعمل منافسه. هنرجع للي حصل ما بيننا في الكواليس، لان احنا كنا مع راي الراجل على عكس الاستديوهات كلها اللي كانت شغاله. كابتن احمد سمير فرج برحب بيك مره ثانيه يا كابتن احمد. تحياتي ليك كابتن شادي وتحياتي لهيمه. حبيبي يا سمرة. سمير شفت النهارده هزيمه نادي الاسماعيلي باربع اهداف نظيفه امام النادي الاهلي ازاي؟ لا طبعا يعني خليني اقول لك كابتن شادي ان الاسماعيلي ما سافرش من الاسماعيليه اصلا مباراه، اداء سيء جدا جدا جدا، ما فيش اي حاجه تدل ان النادي الاسماعيلي اتغير عن الموسم اللي فات،
بالعكس كنا بننهي مع كابتن ايهاب جلال بشكل افضل بكثير جدا، تدعيمات اقل من المتواضع مع كامل احترام لكل اللاعبين، لكن ما فيش ميزانيه ما فيش بادجت، فده شيء طبيعي جدا المنظر اللي احنا فيه، ولكن يعني كنت بتمنى ان يكون في غيره وحميه بعض الشيء، ولكني طبعا متفق مع كابتن ابراهيم في منظر خط الظهر النهارده كابتن شادي، في جاب ومساحات كبيره جدا جدا ما بين بعضهم، يعني الف بكوره نضم يبقى في كومباكت مع بعض كلنا نقفل، وبحيث ان يبقى مساحات في الاطراف ما فيش خطوره. طب ايه الاسباب يا كابتن احمد؟ خليني، انت مقرب من نادي الاسماعيلي وتبقى متواجد وبتساند بكل قوه، ايه الاسباب من وجهه نظرك؟ الاسباب طبعا يا كابتن شادي ان مجلس الاداره بقياده المهندس ابراهيم عثمان، يعني هو طبعا سبب رئيسي في كل ده، من ميزانيه لصفقات لتدعيمات لمشاكل مع جميع سواء لاعبين قدامى سواء لاعبين جداد، تدخل في التشكيل الفتره الاخيره، لعيبه بعينها ممنوع تلعب، فكل ده شيء طبيعي للنادي الاسماعيلي وصل له. هو مجلس الاداره يا كابتن احمد بيتدخل في التشكيل؟ طبعا السنه اللي فاتت كان في اكبر من مثال، وكان عمر الوحش بالتحديد وعلى ما اتذكر وكذا لعيب تاني كان بيقول ده ما يلعبش خالص وما كانش بيدخل ال 18 نهائي. يعني انا بكلمك انت عارف قد ايه انا قريب من الناس هناك، يعني خلي بالك برضه مش معنى كده ان عمر الوحش لو لعب هو اللي يعني هيظبط الدنيا، لا مش قصدي كده، ولكن دي بتبقى رساله ان مدربين كتيره جدا بيتدخلوا فيهم، زائد ان النادي الاسماعيلي باع من ثلاث مواسم بالظبط بعد ما خدنا المركز الثاني لعيبه ب 150 200 مليون، فين الفلوس دي؟ ما بقولش الناس بتحط الفلوس في جيبهم، ولكن بتتصرف غلط، فين الحاجات دي كلها؟ فوضع الاسماعيلي النهارده يا كابتن شادي يعني ما صرش عدو ولا حديد طبعا، ولكن خليني اقول لك النادي الاسماعيلي الشخصيه بتاعته ضايعه بقى لها ثلاث سنين مش النهارده بس يعني. صح. طيب المهم جدا، انت لعبت في نادي الاسماعيلي، عارف التفاصيل داخل جدران نادي الاسماعيلي، طب نادي الاسماعيلي يخرج من الكلام ده ازاي يا كابتن احمد؟ والله يعني بنتوسم خير طبعا في المجلس القادم، الناس كلها نفسها تساعد النادي الاسماعيلي، وبتمنى يكون في فكره ما تبقاش نفس الاخطاء، الناس بتبقى قبل ما تدخل زي ما انت عارف احنا عندنا خطه وخريطه وهنعمل وهنسوي، وفي الاخر بننتظر حد يضخ امواله، في الاخر بيبقى الوضع كما هو عليه، فاتمنى ان شاء الله الناس تخش يبقى في ناس عندها فكر مختلف، ناس تقدر تجيب فلوس النادي الاسماعيلي، ناس تقدر تجيب شركه تسويقيه محترمه، لان ده مش كلام يعني، ده دي حقائق وحاجات، احنا نادي فقير النهارده، نادي الاسماعيلي للاسف اقل نادي جماهيري، الحاج محمد مصلحي في الاتحاد السكندري عامل شغل ولا اروع، استاذ سمير حلبيه في المصري نفس الكلام، فانت بتتكلم النهارده في النادي الاسماعيلي هو اقل وافقر للاسف، افقر فريق موجود، مش عارف ايه السبب بصراحه اللي مخلي كل الناس بعيده عنه، يعني بتمنى ان المجلس الجديد اللي هينجح يضم الناس اللي هتخسر معاه اللي عندهم افكار حتى في بوزيشنز، يعني تسويق تعاقدات كده يعني، لكن الوضع زي ما انت شايف النادي الاسماعيلي فقير ماديا، النادي الاسماعيلي ما بقاش فيه مواهب زي زمان، مش ده الاسماعيلي اللي احنا. ما المجلس الاداره بيعمل ايه يا كابتن احمد؟ مجلس الاداره كابتن ابراهيم سابق بقى اربع سنين بيعمل ايه بجد والله؟ لا مجلس الاداره كان دخل في عند مع الجماهير، وكان بيتقال باللفظ كده انتوا كنتوا بتتحايلوا علينا عشان نيجي نمسك اللي هو العثمانيين بمعنى صح، ومش عاجبهم ان هم يمشوا بالمنظر ده، فكانوا بيعندوا حتى اللجنه الفنيه اللي موجوده برئاسه الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان جايين غصب عنهم، كابتن ايهاب جلال نفسه لما جه غصب عنهم لان كان النادي فعلا هيهبط، فلحد الان النادي شال ايده من كل التعاقدات، يعني حتى هو المفروض ينتهي مده المجلس كابتن ابراهيم كمان كام يوم، لا هم شالوا ايديهم من قبل التعاقدات بتاعت الموسم دي بحيث ان هم ما لهمش دعوه باي حاجه، فتحس ان هم فعلا قاصدين ان المركز تغرق، يعني بصراحه حاجه انا مش فاهمها، معرفش طبعا كابتن النادي الاسماعيلي. كابتن احمد سمير فرج انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وانا عارف ان انت من خوفك وحبك لنادي الاسماعيلي بتقول الكلام ده، لكن احنا في اوضه اللبس كل حد بيتكلم عنده معلومه هي على مسؤوليه اللي دخل معانا، واكيد لان في حاجات احنا مش شايفينها فهي على مسؤوليه الكابتن احمد سمير اللي قاله، احنا فنيا بنتكلم برضو كوره. كابتن ابراهيم اقول لك خبر متوقع، برشلونه في المركز اعتقد التاسع دلوقتي، منذ قليل اقاله المدير الفني كومان لفريق برشلونه بعد من 15 تقريبا من تسع مركز التاسع 15 نقطه، تخيل من 10 ماتشات، ده شيء طبيعي برضو، خد بالك ان رحيل ميسي برضو وتواجد برضو كومان خد بالك ما اضافش، يعني ما فيش اي اضافه ليه برضه، ان انت في نجم برضه بحجم ميسي برضه ان هو يمشي خد بالك ده طبيعي،
عشان في ناس كثيره جدا بتتكلم ان مهما حصل النجم لما بيمشي ما بيعملش تاثير. لا هو بيعمل. ميسي بتتكلم على ميسي؟ انا بكلمك في العموم. انا بكلمك في العموم. حتى خد بالك ما كريستيانو برضو لما مشي من ريال مدريد عمل يعني عمل مشكله كبيره جدا. خد بالك واحد يعني انا واحد من الناس متابع مثلا لكريستيانو متابع مثلا لميسي من ناحيه حتى داخل الملعب برضو لما بيبقى فيه نجم ليه تقله وخصوصا كمان لما يبقى تواجده في الملعب بيضيف للفرقه وبيعمل ممكن تبقى انت خسران ويكسبك دي برضو خد بالك بتاثر الخبرات. فدلوقتي برشلونه مفيش خبرات فيه هو عايزين يعملوا فريق جديد وعايزين يرجعوا يطلعوا نجوم جدد فدي بتاخد وقت. فعشان كده هتلاقي فيه في الفتره اللي جايه هتلاقي فيه تخبط. انت بتحب ميسي ولا كريستيانو؟ لا انا بحب كريستيانو وبحب ميسي برضو بس كريستيانو اكتر. لا كريستيانو هو كريستيانو انت بس هو ميسي اسطوره. طب برضو انت شايف اللي بيعمل لا هو حقيقي اسطوره بس انا ميال لكريستيانو اكتر. انا زيك انا طبعا ميسي اسطوره كبيره جدا بس انا هي دي كده صح بتختلف هي اذواق وناس كتيره جدا ممكن تحب ابراهيم ممكن تحب شاهين والعكس. مش عايز بقى يعني خلينا عشان انا عندي تفاصيل عنك كتير جدا. انت كنت مدمن بيكهام زمان. انا بحب بيكهام ده هرتنا سنين طويله ده رقم واحد عندي يعني ده بص انا عارف ده الاسطوره بتاعتي. هرجع لك سريعا في الجزئيه دي عشان نطلع فاصل ونرجع ان عندي اسئله كتير كتير ليك يا كابتن ابراهيم. كنا قبل الكواليس بنتكلم لما جيت بدردش معاك بقول لك ايه رايك التشكيله والناس كلها بتهاجم واحنا كنا على التليفون قبل الهوا قلت لي اللي بيعمله ده الصح عشان يخلق منافسه وانا متوقع الاهلي يعمل حاجه جامده جدا النهارده. ببص بقى على بيت الاستوديوهات كلها ازاي والتشكيل وازاي اللاعب لسه لازم يبقى قاعد جنبك وتنزله كل ده ما هيلعب امتى يعني وجهه نظرك كان ايه الصح اللي هو يعمل تغييره في التشكيل او غربله بالشكل. اولا خلينا نتكلم من ان ميكسوني وبريستاو من جايين عندهم خبرات فانت مش محتاج ان انت تخليهم يقعدوا ويتفرجوا على الدوري المصري. بالظبط خلينا نتكلم في النقطه دي لان هم لعيبه كويسه فانت هتستغلهم يعني هتستغلهم امتى او ان انت هتبقى هيبقى يعني هيعملوا الفارق معاك امتى. ما مش ممكن اجيب لاعب دافع فيه مبلغ كبير وخصوصا كمان ان هو لعيبه كويسه يعني انت عارف مثلا يا شادي لو هما مثلا ما عندهمش الخبرات مثلا ما عندهمش الامكانيات ان هي تؤهلهم ان هم يلعبوا اساسي في النادي الاهلي هقول لك ماشي ممكن ياخد فتره شويه لحد ما يتعود. اما هما من اللعيبه المميزه النهارده بتكلم بجد والله. لا خد بالك ممكن لاعب ينضم لك يعمل شكل شفت صوره الدكه وحسين قاعد محمد ده شريف ده بتدي ثقه لاي محمد شريف كهربا طاهر بره ال 18 شفت انت الاسماء اللي انت قلت عليها دي موقفهم صعب جدا يعني لازم لازم يتخطاهم. انا واحد من الناس دلوقتي لما اشوف مثلا بيرسي بتاعه ميكسوني مثلا بالاداء بتاعه النهارده رغم ان ميكسوني لسه ما وصلش للمستوى اللي انا شفته قبل كده حقيقي هو من اللعيبه الكويسه ده هيخلي الموضوع اصعب يعني انا لازم عشان اشارك لازم ابقى افضل من اللي متواجد وده حلو على فكره هيعود على المنافسه للنادي الاهلي وهيعود منافسه بين اللعيبه وبين بعض ده ذكاء من المدير الفني ده حلو جدا. وخد بالك وده اللي كنت بتكلم فيه من فتره والله ان موسيماني محتاج لعيبه نوعيه لعيبه تضيف وهو كان محتاج نوعيه اللعيبه الاثنين دول ان هم عملوا سرعات وعملوا التحرك بتاعهم. انا عاجبني جدا سيبك من الاداء خلي الاداء ده كده ممكن نخليه بعيد شويه لان دي اول مباراه التحركات يا شادي التحركات والثقه بتاعتهم. الكره الحديثه كلها تحرك بدون كوره الثقه حتى يعني النهارده قفشه حتى بتفرج عليه النهارده تحس ان هو مطمن عنده لعيبه بتتحرك كويس. وخد بالك برضو الموضوع ده صعب على محمد شريف يعني عندك دكه وعندك اسماء لعيبه يعني انا متوقع ان الفتره اللي جايه ممكن اسماء ممكن تبقى بره ال 18 هقول لك على حاجه كويسه فتحتها النهارده بيرسي تاو كان موجود بيلعب ثم بيخرج ثم بينزل حسام حسن ومحمد شريف ما بيشاركش قاعد شفت صعب. الكلام ده ازاي هنطلع فاصل سريع وارجع اعرف الرد من الكابتن ابراهيم سعيد. ورجعنا لحضراتكم من تاني ونكمل حديثنا عن مباراة النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي. كابتن إبراهيم كنا بنتكلم عن تشكيلة النادي الأهلي اتكلمت فيها كنا بنتكلم عن التغييرات اللي حصلت وتأثيرها على الناس اللي كانت بتلعب أساسي وقعدت في الفريق. كمان عايز أتكلم على أهداف النادي الأهلي النهاردة عايز أتكلم من ناحية تحركات النادي الأهلي والأمور الدفاعية داخل نادي الإسماعيلي. أنا قلت لك من البداية هو النادي الإسماعيلي لعب الأربعة المدافعين اللي ورا عملوا مساحات
مساحات كبيرة جدا بين المباراة ده، ادى مساحات لميكسوني وبيرسيتاو. هو دي الميزة بتاعتهم، ان انت تقدر تلعب في المساحات والسرعات كمان. هم عندهم المهارة وعندهم السرعات وعندهم الفكر اللي هو بيقدر يتحرك في مكان يقدر يستغله، وده اللي حصل النهاردة. عشان كده النادي الاهلي قدر يتغلب على النادي الاسماعيلي، بخلاف طبعا الكوارث اللي حصلت من باهر محمدي. باهر محمدي النهارده انا ما اعرفش يعني، برضو عايز اتكلم في القصه دي قبل ما اتكلم، ان باهر محمدي ابتدى يوصل للناس، بتكلم بجد والله، عن طريق دعايه اعلاميه عن طريق الوكلاء. وانا في نقطه عايز اتكلم فيها برضو، ودي الاهم، انا اللي مستغربه ان ازاي، انا الكلام ده على فكره بتكلم عليه من 3 سنين، يعني مش اول مره اتكلم عليه، النادي الاهلي كان بيفكر فيه ازاي. دي حقيقه، بس هو لاعب متميز. لا مش متميز، معلش، مع احترامي يعني بيروح كلاعب. طب بيروح بيروح منتخب مصر، فكره انا ما اعرفش هو بيلعب في الاسماعيلي ازاي عشان يروح منتخب. تقول لي منتخب يعني المنتخب عشان خاطر الفتره اللي فاتت كان فيه مجاملات. طب البعض هيشوفك وانت بتتكلم كده هيقول اللي انت بتهد في اللاعب، ومش بهد، هو امكانيات. هي امكانيات على فكره، نفس الكلام على محمود علاء على فكره. انا واحد من الناس وما زلت هنا وعلى كل الصفحات بتاعتي، انا واحد من الناس مقتنع، لان انا واحد بتكلم كوره، انا ماليش دخل بموضوع شخصي او موضوع، انا بتكلم فني، بتكلم كوره. مع احترامي امكانياتهم اقل باهر. انت بتقولي اللاعب زي باهر محمدي بيلعب منتخب مصر، مجاملاته عن طريق شغل وكلاء لاعبين كانوا عايزين يدبسوا الموضوع ده للنادي الاهلي. دي حقيقه، هو يعني اتعمل له دعايه اعلاميه، ودي عن طريق الوكلاء. هو نتيجه اللي وصل للناس كده، اما ككوره لا، هو بعيد تماما عن الكوره. النهارده انا عايز اقول لك حاجه فعلا بجد والله، يعني اللي بيتفرج على المباراه اولا بيقف غلط، تحركاته غلط، بيزحلق. النهارده تسبب في 3 اهداف. ابراهيم، في حاجه اسمها بيبقى مش يومك او لا، هو على طول ده كده مش يوم، ودي سنوات. بنتكلم، انت كده بتتكلم في سنوات مش في يوم. هو على فكره ده المستوى الحقيقي. نفس القصه محمود علاء على فكره، محمود علاء زي ما برضو مش، انا ماليش دخل ان هو ان شاء الله يكون الهداف التاريخي للمدافعين، بص ان شاء الله يكون جايب 3000 هدف، انا مش دخل. مدافع مطالب منك ان انت مدافع، ان انت مدافع تبقى بتدافع، مش مجرد ان انت لاعب تحرز اهداف، ما هي مش كده. انت مدافع، ايه الدور بتاعك الدفاع اللي انت بتقضيه او بتاديه جوه الملعب؟ هو ان انت بتحافظ. خليني اقول لك عشان ده انطباع عندك، امال مين اللي بيعجبك المدافعين مصر؟ بص خلينا نتكلم ان عنصر الموهبه دلوقتي في الجزء الدفاعي قليل، بس في امكانيات لعيبه كويسه. مين اللي بيعجبك؟ يعني انا مثلا بيعجبني بدر مالون من اللعيبه الكويسه، بيلعب بالامكانيات وبيلعب بالعقل، بيعرف يتعامل مع المباراه كويس، كورته حلوه، وده اللي مطلوب لي، يعني مطلوب من المدافع ان التوقع بتاعه كويس. هو معروف الامكانيات بتاعه، ممكن يكون العيب بتاعه الوحيد الكرات العرضيه، ودي ممكن، وانا اتكلمت فيها قبل كده برضو، ان ممكن يشتغل عليها ويبقى افضل. مين تاني في لعيبه يعني واخد بالك، يعني مثلا حجازي من اللعيبه الكويسه، الونش من اللعيبه الكويسه، سيبك من كده، عبد الغني من اللعيبه الكويسه جدا على فكره. يعني لو بياخد الفرصه اللي بياخدها محمود علاء، انا عايز اقول لك حاجه والله، هو والونش هيبقوا افضل 2 مدافعين في مصر. ليه؟ الامكانيات بتاعتهم، امكانيات عبد الغني على فكره كورته كويسه جدا، بيتمركز كويس، الونش عنده القوه اللي بيعرف يقف وبيعرف يتمركز، بيلعب على قد الامكانيات بتاعته. فالقصه كلها ان محمود علاء مش ده المدافع اللي يدافع عن نادي الزمالك، او المدافع اللي يبقى بقيمه تيشرت او الكيان بتاع نادي الزمالك. انا بتكلم على اشخاص، على كره فنيه، يعني موضوع فني مش موضوع شخصي. يعني في فوجئت بعض الكلام ان انا بهاجم نادي، انا ما بهاجمش نادي الزمالك، انا بتكلم على امكانيات لعيبه، امكانيات لعيبه خدت فرص كتيره جدا وما استغلتهاش، ما ضافتش. نفس القصة مثلا باهر النهارده بيقول لك متسبب في 3 اهداف. 3 اهداف يعني عايز اقول لك حاجة كارثة. طب هنتكلم على اهداف النادي الاهلي وندردش مع بعض. تمام. الهدف الاول مثلا انت قلت لي مش ضربة جزاء، لكن انا قلت في الوهلة الاولى قلت زيك، لما تعادت في اعادة فيها في عرقلة من الخلف للرجل الشمال الثابتة ل اعتقد. لا ما شفتهاش دي. ازاي ما شفتهاش؟ ما فيهاش عرقلة خالص. وما حصلش احتجاج. بس هو اولا هو فقد التوازن بتاعه، هو فقد التوازن، فيها تهور. لا المدافع، بس هو المدافع ادى احاء للحكم ان هي ضربه جزاء، بس هي مش ضربه جزاء. هو اللاعب نفسه تقريبا كان بيرسيتاو تقريبا، هو اللي وقع صح؟ تقريبا هو اللي وقع، هو فقد التوازن بتاعه.
يعني حتى هو لما وقع ضربه الجزاء كان بس اكبر دليل كمان اكبر دليل في الكوره دي ان هو يعني وقع وهو بيعمل تاكلينج بالكوره يعني واخد بالك يعني لو عرقله هيقع على وشه قبلها لو عرقله هيقع على وشه انا بقول لك قبلها لا والله عارف احنا معانا على كذا مره اوريها لك والله يا ريت والله بس هو ده معناها ايه بقى لو عرقله هيقع على وشه اقول لك على حاجه انا ليه اخدتك للطريق ده لان في الحكم بياخد قراره في ثانيه تمام وفي فار كان شغال موجود امبارح مش ضربه جزاء لا 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 ما اقصدش كده وضربه جزاء نادي الزمالك ما كانتش ضربه جزاء ما انا جاي لك على فكره ده وارد الاخطاء لا هو ده اللي انا عايز اقوله وارد اهم حاجه بنساند حكامنا والاخطاء على الجميع على انا معاك مسانده تحكيميه بس ما ينفعش يطلع كابتن عصام عبد الفتاح يقول لك ضربه جزاء 100% معلش احنا برضو ايه هقول ان انا مش لعيب كوره هقول ان انا مشاهد ما هو دخل معانا وقال هتفرج عليها امبارح 50-50 لكره لا انا بتكلم على حتى الكره بتاعت الاسماعيلي النهارده وارد الاخطاء بص خد بالك حتى اتحسبت او ما اتحسبتش ده مش هتاثر ما كانش هيبقى ليها تاثير على مجرى المباراه لان الاسماعيلي اصلا نازل خسران يعني الاسماعيلي بالامكانيات بتاعته باللعيبه اللي نازله هي طبيعي نازلين خسرانين النهارده الاسماعيلي يعني حتى الاهلي ناقص منهم اليو ديانج الاسماعيلي ما كانش ما حسناش الاهلي ناقص ما فيش يعني هو الموضوع ده مش هي اللي شفت ابراهيم دفاعين الهدف الاول ازاي للنادي الاهلي هي ده ضربه جزاء لا أو الهدف الثاني بص اولا يعني اولا باير محمد يبايع نفسه يعني بص اللي هو بيقول له ايه رقصني وروح ممكن تعمل كده وانت باك رايت ده اللي انا قلته في التحليل هو احنا مش عارفين هو باك رايت احنا مش عارفين بص نيجي نتكلم عليه دفاعين يقول لك اصل هو باك رايت طب ما تلعبوه في مركزه يمكن يبقى كويس ما هو ينفعش لما نيجي نتكلم على لاعب يقول لك اصل هو المركز الاصلي بتاعه في الباك رايت طب يا استاذ العب اطلب من المدرب بتاعك ان انت تلعب باك رايت ممكن تأدي كويس فيها اما كمدافع ان انت بتلعب مدافع صريح لا مفيش مدافع بيترقص بالشكل ده بسهوله كده خصوصا كمان واحد ضد واحد عايز تعرف المدافع كويس واحد ضد واحد النهارده واحد ضد واحد بس بتاعه زي ما بيتقال لك يرقص بسهوله حتى خلينا نتكلم بامانه هو كان غير موفق النهارده حتى في الهدف بتاع احمد عبد القادر بترقص بسهوله ما كانش ينفع خالص مفيش حاجه اللعيب يمول اللي هو هيشوط اروح مدي ظهري اللعبه جوه ال 6 يارد ما اديك قلت اهو طب اتكلم انت في النقطه دي عشان الناس ممكن بتزعل دي حقيقه انا بتكلم فنيا مفيش لاعب يتهوش وعامل وشه كده خلاص انت كده جوه ال 6 يارد ده انا بروح بقاتل في قلب في حاجه اسمها قلب وروح اقاتل على الكوره يعني عيني على الكوره دي اقرب حاجه الف ب كوره في الدفاع عيني على الكوره اما ان انا اتهوش اولا هو مش تسديده فانا هي النقطه ان ازاي يترقص بالشكل ده ويود وشه اولا هي مش مفيش تسديده يعني هو ما سددش هو عارف استخدم مهارته فانا لازم عيني تبقى على الكوره عشان عارف لو عينه على الكوره كان هياخد الكوره دي ما هي انت عارف لو مثلا كوره من بره ال 18 مثلا وعامل ان هو يسدد وترقص ماشي هنقول ماشي اما انت جوه يعني جوه ال 18 وتتهوش كده وتود وشك الناحيه الثانيه انت عارف الغريب بالنسبه لي ايه؟ الناس اللي ترجع الغريب ان هو بيلعب منتخب مصر خلينا نشرح عارف ابراهيم بنتكلم في ثلاثه اللعبه دي كان ثلاثه مدافعي ثلاثة من مدافعي الاسماعيلي اللي لعبت من حسين الشحات مع واحد لوحده من النادي الاهلي احمد عبد القادر دي بسهولة واحد وسط ثلاثة وتيجي بسهولة. بالشكل ده اتنين يعملوا كده غلط جدا كطريقة دفاع والهدف الثاني برضو نفس القصة انت شفت بص لاحظ كده كل الجزء الدفاعي مش باهر محمدي بس دفاعية من اللعيبة كلها تحس ان في مساحة مفيش قتال مفيش عارف طبعا خد بالك برضو يا شادي ان خبرات اللعيبه وثقه اللعيبه برده بعد الهدف الاول ادت ثقه خلت المباراه ممكن تبقى يعني زي ما بيتقال ايه وبرده دي اثرت على النادي الاسماعيلي ان هو ما عاش مع المباراه من البدايه وهتكلم في نقطه اهم ان مباراه الاهلي والاسماعيلي او الاهلي والزمالك البدايه هي اللي بتخلي الفريق هو اللي بيقدر ان هو يمسك الماتش او يقدر يتماسك في الماتش ويقدر يتحكم فيه بشكل كويس عكس النادي الاسماعيلي بيقول لك النهارده نازل خسران خلينا نتكلم ان الامكانيات اللعيبه اللي موجوده بالاسماء اللي موجوده ما تشيلش نادي الاسماعيلي طبيعي ان النادي الاسماعيلي هيخسر هي الكوره مش عافيه هي امكانيات ممكن تقدر تتغلب بالروح ودي مش موجوده في نادي الاسماعيلي مين نجم المباراه في الاهلي النهارده عجبك ميكسوني وبرستاو هم الافضل ومين عجبك في نادي الاسماعيلي ما فيش حد لفت نظر ما فيش حد انا ما شفتش نادي الاسماعيلي هاجم النهارده يعني تخيل حتى بعد النادي الاهلي بعد ما اليو ديانج اتطرد مفيش اي هجوم تحس ان مفيش تجانس ما بين اللعيبه ومن بعض اللعيبه حتى بعيد عن بعض النص الملعب بعيد عن المهاجمين المدافعين بعيد عن نص الملعب
استحاله نادي الاسماعيلي يظهر بشكل كويس. دي مع احترامي دي شغل مدرب وشغل امكانيات لعيبه برضو. بس في نفس الوضع نادي الاسماعيلي ما قدرش يتعايش مع المباراه، ما كانش فيه تركيز من اللعيبه، واللعيبه اللي نزلت مع احترامي ليها قليله جدا على نادي الاسماعيلي. هروح بص يا ابراهيم اقول لك على حاجه، يعني وانت بتتكلم كده حسيت ان انت جالي احساس انت نفسك تدرب قوي. والله بص اولا انا يعني الحمد لله الحمد لله، يعني كل حاجه ليها الوقت بتاعها، وبتمنى ان ربنا يوفقني. انا بسعى وفي نفس الوضع الشهادات كلها انا لاعب دولي خد بالك، يعني لاعب دولي، فبالنسبه لي الاي والبي والحاجات دي بالنسبه لي خلاص، يعني صبر ما فيهاش مشكله بالنسبه لي، لان انا لاعب دولي لاعب منتخب مصر وحصلت على بطولات ولاعب برده اهلي وزمالك واحترفت بره، فالموضوع مش مشكله في كده. ما جالكش عروض تدريب؟ ما بص مش هتيجي لان هم مسيطرين على الجزء التدريبي. خلينا نتكلم بس عشان الموضوع هم وكلاء اللاعبين مسيطرين على الجزء التدريبي. هتلاقي علاقتك وحشه بوكلاء انا ما اعرفهمش والله، انا ما اعرفش مين اللي متواجد، لان في اسماء جديده جدا ظهرت انا ما اعرفهاش. امال كنت بتتنقل ازاي من نادي لا بص خلينا نتكلم ان في اسماء كتيره كانت متواجده ومشت دلوقتي بعد طبعا في الالفيه اللي هو في اخر 10 سنين الموضوع اختلف تماما، بقى في اسماء، خد بالك في كمان اسماء وكلاء مش اسمهم ما بيظهرش ده حقيقة والله، ما بيبانش ان هو وكيل، وانت عارف الموضوع ده انا اقصد ايه، هو الموضوع مش كده خالص، بس هو للاسف ان في سيطره على المدربين، وهتلاقي حتى المدرب خلاص هو عارف ان خلص النهارده هيروح بكره تاني يوم يدرب، عشان كده مفيش تجديد، مفيش تجديد في المدربين. عايز العبك لعبه جديده في اوضه اللبس. انا بتعرف اوضه اللبس احنا قاعدين عندنا خبرات كبيره جدا، اشوفك انت خبره في الموضوع ده ولا لا. اسالني ايه؟ يلا وريني. هلعبك لعبه توقعات ولا ايه؟ لا ايوه قريتك انا قريتك. هلعبك لعبه توقعات. قريتك ماشي. هبتدي معاك يا ابراهيم ماشي من الاسبوع القادم. طيب خلاص قدام الساده المشاهدين ماشي هنعرض على الشاشه. بس خد بالك خلينا نتكلم برضو في النقطه ان الناس انت تعذر وانا هعذرك، لان احنا لسه في بدايه موسم، حاله اللعيبه لسه ما وصلتش للمستوى المعين. مش ده ابراهيم سعيد؟ لا انا بقول لك اهو من البدايه وارد، بس مع الوقت بعد ثلاث ماتشات او ماتشين. انت قلت عندي خبرات؟ انا بقول ما انا في فرق خبرات؟ في فرق ما اعرفهاش، ممكن في فرق انضمت ليها لعيبه كويسه بس مش حالتها. كل جوله هعرضها لك. انا بقول لك ايه، هندي لنفسنا اول جولتين، بعد الجوله الثانيه خلاص بقى هنا وقت الحساب. ماشي ماشي، يعني همشي يعني ورا اللي انت عايزه. بص انت مش ضيف انت صاحب بيت، فانا همشي اللي انت عايزه تسخين، هسيبك بنسخن 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 جولتين. هنبدا البدايه النهارده ان شاء الله. في 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 ماتش بكره ان شاء الله نهايه الدور الاول في الدوري الجوله الاولى ما بين المحله والنادي المصري، بكره ان شاء الله كده بتختتم الجوله الاولى للدوري العام بكره ان شاء الله. خلينا هنبتدي توقعاتنا انا والكابتن ابراهيم سعيد من الجوله الثانيه. يلا بينا كابتن ابراهيم اتفضل. انت راجل ضيف الجوله الثانيه مسابقه الدوري الممتاز السبت، الاتحاد السكندري فيوتشر. بس هيبقى ماتش قوي جدا، بس يعني على الاداء اللي انا شفته النادي الاتحاد في المباراه الاخيره ضد سموحه والروح اللي كانت موجوده لان دي اديتهم ثقه، اتوقع ان الاتحاد السكندري هو اللي يكسب، ممكن 1-0 مثلا. وانا الاتحاد مش هبص هقول لك وانا مش هقعد بقى اقول حاجه. طب انا تقعد تغش خلاص. طيب انا ابتدي بقى يعني خلي عندك ذوق بقى على الهوا بقى يا ابراهيم مالك في ايه؟ انت ابتديت قول لي ابتدي. طيب خلاص ماشي. المباراة الثانية انبي والمقاولون العرب ببترو سبورت. اخ يا ابراهيم هقول تعادل. ماشي انا على مستوى انبي اللي انا اتفرجت عليه في الماتش قدام الزمالك انبي يكسب. كان حالتهم كويسة جدا وعاملين ماتش كويس. الحد يبقى 1-0 الانبي. ماشي الحد اكتب 1-0 انبي. ماشي انا كتبت. كتبت انا. الناس بتأيد كل حاجة. طيب كمان الفريق اللي عمل جول. ماشي. طيب سيراميكا كليوباترا والاسماعيلي استاد المقاولين العرب. اتوقع طبعا الاسماعيلي بالاداء اللي انا شفته النهارده وخروجهم من الهزيمه كده هتاثر بشكل كبير جدا عليهم، فسيراميكا لانه عنده الطموح وعنده الطموح الموسم بدايه الموسم وعنده برده لعيبه كويسه، فاعتقد ان سيراميكا يكسب. انا بقى انا هروح عكسك وهقول الاسماعيلي يكسب المباراه. تمام يلا نروح للي بعد كده. معانا مصر المقصه والجونه استاد الكليه الحربيه. الجونه. انت اللي هتقول ولا انا؟ لا بقى خلاص. طيب الجونه. انا بقول الجونة. تعادل. طيب الجونه يكسب. مصر المقصه مش في حالته. طلائع الجيش ونادي الزمالك. طبيعي الزمالك. وانا معاك الزمالك. هنروح لفاركو وبيراميدز.
فالكو بيراميدز. لا بيراميدز يكسب. وانا بيراميدز يكسب. تمام. الاهلي والبنك الاهلي. الاهلي طبعا. وانا الاهلي. تمام. طب ما تقول انت وانا اقول. المصري وسموحه. اتوقع تعادل. يعني سموحه برضو المباراه الاولى عملها مباراه كويسه جدا، والمصري برضو عامل شغل كويس برضو يعني. بس اتوقع تعادل. ممكن اتوقع سموحه. اتوقع تعادل. مش انت قلت تعادل. الاثنين استرينج كومباني شرقية الدخان سابقا وغزل المحلة. شرقية الدخان لا غزل المحلة طبعا. وانا بقول غزل المحلة. همشي لك اول اسبوعين زي ما قلت. هو عشان برضو الناس تسجل. هو اول اسبوعين بعد كده بقى ايه ما فيهاش هزار. تمام. تكون الفرحة. ده تحدي. ده تحدي التوقع. دي البداية. بداية ضربة البداية معاك. تمام. هعلنها على السبورة. خلاص والله. ما احنا بس قلنا من تاني اسبوع يعني النهارده كده اول اسبوع اهو بنبدا فيه من بعد المرحلة اللي جاية. تمام. تمام كده؟ حابب تقول ايه في نهاية الحلقة النهاردة ونهاية الدوري العام؟ اتفضل يا كابتن ابراهيم. والله اتمنى طبعا المنافسة تزيد، واتمنى ان يبقى في اثارة اكتر من كده للفرق كلها، ويبقى في استعدادات اكتر، وكل ده بيعود على فكرة خد بالك للمنتخب. وفي نفس الوضع ان الموضوع مش عايزه يبقى رايح لاهلي والزمالك بس. يعني نفسي كده عارف يا شادي، مع حفظ اللقب طبعا كابتن شادي، اتفضل حبيبي، ان يبقى في منافسه ما بين اربع انديه وخمس انديه. على فكره خد بالك ده هيعمل دوري قوي يا ابراهيم السنه دي. انا نفسي والله نفسي ما يجيش بقى تبقى كل الفرق مستعده من اول ماتش ولا ماتشين يبقوا مقدين كويس وبعد كده يوم ايه مريحين. لا احنا عايزين استمراريه. دي كل ده هيعود، ونتمنى نشوف مواهب، نتمنى نشوف شغل مدربين، نتمنى الكره تتطور. وخصوصا كمان دلوقتي ما شاء الله ابتدى عنصر الجماهير ابتدى يخش، ابتدت في جماهير تخش، فعايزين الموضوع ان شاء الله مع الوقت يا رب ان شاء الله يتزايد، وكل ده هيعود على الدوري المصري. وعجبني جدا في الفتره الاخيره الامور ان شاء الله سخنه كده. شرفتني ونورتني يا كابتن ابراهيم. شرفتني ونورتني. سلام. الله يخليك. وبكده يبقى انتهى الاسبوع في اوضه اللبس، لكن اوضه اللبس دايما موجوده بكل اسرارها وكل كواليسها. علشان كده في نهايه الحلقه الاسبوع بعد ضربة البداية الحمد لله كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. أشكر الناس اللي تعبت وبذلت مجهود كبير جدا جدا، وبعتذر بقى لو أنا نسيت حد. أكيد بشكر سارة صليت مخرجة البرنامج، محمد البولك، كمان محمد زيكا ومحمد أشرف في الإنتاج، تامر علي ومحمد المصري في السوشيال ميديا، وكمان فريق العمل رئيس التحرير الأستاذ محمد مراد، مدير تحرير هشام حيسن، محمد ربيع، أحمد سمير، أحمد جمال، رامي ناجي، وعلي سمير. كل الناس اللي معانا بذلوا مجهود كبير جدا معانا عشان نطلع إعلام محترم يليق بقناة النهار وبرنامجكم أوضة اللبس. استنونا يوم السبت إن شاء الله في حلقة جديدة من أوضة اللبس، وتصبحوا على ألف خير.